معظم الستات بيحسوا بالذنب بعد الإجهاض وبيتصوروا إنهم قاموا بسلوك خاطئ زي إجهاد نفسهم بحركة زيادة أو مجهود أدى لخسارة الجنين. الإجهاض شائع في الثلث الأول من الحمل وبيحصل لواحدة من كل 6 ستات. أغلب الإجهاضات بتحصل لأن البويضة الملقحة في الرحم مش بتتطور بشكل سليم، لا بسبب التمرينات ولا الجهد ولا ممارسة الجنس، وفي حالات كتيرة السبب بيكون مجهول. أهلا بيكم. واحدة من أهم حلقاتنا مع واحد من أهم نجوم عالم تأخر الإنجاب وعلاجه مع عالم الحقن المجهري، مع عالم أمراض النساء والتوليد. العنوان الإجهاض المتكرر عنوان مخيف مقلق مزعج. الإجهاض المتكرر حتى في الدراما لما بيجي مصاحب بمشاكل نفسية، ميلودراما إنسانية بكل معنى الكلمة. الست ككائن بتحب تكون أم، هي في عقلها بصمة ثابتة الأمومة دي مهمة جدا. الإجهاض بالنسبة للست هو نايت مير، هو كابوس مزعج. لو تكرر إن انقلبت القصة من كابوس مزعج إلى مأساة، هي كل زي ما بيقول أم المآسي، مفيش حاجة أكتر من كده. لكن في وسط حوارنا على الإجهاض المتكرر لازم نفكر في حاجات كتير. هل القطط ليهم دور في الإجهاض المتكرر؟ توكسوبلازموزيس يعني؟ هل العلاقات أو العلاقة الزوجية أثناء الحمل لها دور في العلاقة؟ هاني قال لأ، بس هنسأل ونعرف. هل مطبات بتاعة العربيات في الشوارع لها دور في الإجهاض المتكرر؟ إحنا عارفين علميا يعني إنه في أسباب، يعني حتة إن في تشوهات جنينية لا تسمح باستمرار الحمل تعمل إجهاض، في حالات مناعية تعمل إجهاض، في وجود تجلطات موجودة في الشرايين الواصلة للمشيمة تعمل إجهاض. بس كلمة متكرر هي الكلمة اللي تخوف، وعايزين نفهمها. هل مع الإجهاض المتكرر يعني عدم الأمل في أن يكون هناك حمل؟ هذا حوار مثير للغاية، وغيره من الحوارات ستطرح نفسها بقوة النهاردة في عنوان اسمه لازم نفهم، لازم نعرف، لازم الثقافة تزيد في عالم الثقافة القليلة فيه تضر جدا، مع ضيفي العزيز واحد من قمم عالم النساء والتوليد، واحد من سوبر ستار هذا المجال، بيبدع دايما في حواره العلمي ودايما جريء جدا في التعبير عن الواقع، وأيضا مقارنته باللي المفروض يكون موجود أو عليه المفروض الأمل في واقع أفضل. ده هيكون حوار مهم جدا مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد مقبل. متجوزة بقالي 5 سنين، عندي 21 سنة، حبلت قبل كده 3 مرات، واللي بيحصل معايا ان انا بولد في الشهر 7 والجنين بيتوفى، وكل حمل كنت بروح لدكتور مختلف، كنت بعمل عمليه ربط عنق الرحم، وبرده في الاخر كانت النتيجه برده ان انا اولد في الشهر 7 والجنين يتوفى. المشكله ان بتيجي في الشهر 7 والغشاء اللي حول الجنين بيصفي الميه، يفتح ثقب فيه ويصفي الميه ويحصل ولاده، ودي مشكله بدات تبقى كتير قوي. هل العلم لم يصل الى حل نهائي لها؟ هل المشكله في الرحم بيحصل انقباضات وبالتالي يحصل ثقب في الرحم؟ هل في انفكشن ميكروب بيخش ويفتح لي الرحم؟ هل عنق الرحم بيتسع ويحصل فاميلينج، يعني الغشاء يخش وبالتالي الضغط يبقى عليه عالي ويتفتح ثقب، ولا هو في عيب خلقي نفسه وبيجي في الوقت ده ما يتحملش ضغط الجنين والميه وبالتالي يحصل ثقب وينتهي الحمل؟ ان شاء الله تبقى قيصريه سهله وفي نفس الوقت نطمن على البيبي ان شاء الله، ربنا يوفقك. مدام سمر دي كانت حالة إجهاض متكرر، حصل لها إجهاض ل3 مرات قبل كده. الأطفال بيتولدوا في الأسبوع 27 أو 28 وما بيكملوش للأسف. يعني إحنا الحمد لله المرة دي تابعنا معاها الحمل من بدايته
لحد ما وصلناه الحمد لله للاسبوع 37 واتولد معانا طفل ذكر بسم الله ما شاء الله. ما كانش فيه اي مشاكل خالص مع الطفل اثناء عمليه الانعاش ما بعد الولاده او زي ما بنسميها ريسوسيتيشن، وهو دلوقتي زي الفل ما فيهوش اي مشاكل خالص الحمد لله، ويخرج بالسلامه لاهله ويفرحوا بيه باذن الله. اسمعوا نرحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد مقبل، استشاري علاج العقم واطفال انابيب، دكتور علاج العقم واطفال انابيب، عضو جمعيه الامريكيه والاوروبيه للخصوبه والتكاثر البشري، ورئيس مجلس اداره مراكز ومستشفيات الفا لعلاج العقم. ضيفي العزيز الحبيب، اهلا بيك يا دكتور مقبل. اهلا بيك، منورنا. منوره بيك. النهارده حوار متنوع، لكن هبدا برضو بالعنوان لانه هو اللي بيفرض نفسه زي ما بيقولوا، هو نجم الحوار. اجهاض متكرر، كلمة مزعجة للدكتور وللمرضى. نعم، نعم. الإجهاض ما يحدث قبل 20 أو 24 أسبوع. يبقى ده اسمه إجهاض، بعد كده اسمها ولادة. الإجهاض المتكرر هو حدوث ثلاث مرات فأكثر. لما يحصل مرتين أو ثلاثة لا، لابد نقف بقى. عايزة فحص متميز ورعاية مركزة ونشوف السبب إيه. المقدمة كانت جميلة جداً. ان الناس دايما بترمي على الحامل، انت اتحركت، انت مشيت غلط، انت كلت غلط، دايما بيرموا عليها، وكل ده باطل. اضف الى ذلك السحر باطل بسبب معمول لها سحر، او عندنا في الصعيد بيقولوا تبيعه، لها تبيعه. طبعا انا مش هحارب كل ده، بسكت وخلاص. اما بلاقي واحده عامله خيط كده بقطعه. ايه تاني بيقولوه؟ حسد. يعني هو مش معقولة السحر والحسد انها تمنع ست انها تنجب او تموت واحد او كده. يعني على اي حد في اسباب علمية، معظم الناس وبعض الدكاترة بتسيب الاسباب المهمة وتخش في الانفكشن العدوى اللي هو من 2-5% من الاسباب. عندك 95-97% اسباب تانية تسيبها وتقعد لي بقى اللي انت قلت عليه التوكس والكلام ده، وطبعا الكلام مش صح قوي. سايتوميجالو فيروس والتوكس والتوكسوبلازموس الانفكشن اللي عندها انفكشن المائله بس وبتخلف كل سنه مار. لكن في اسباب كتيره اهمها في الثلاث شهور الاول من الحمل، الامراض الجينيه والكروموزومات. وكنا بنقول زمان ان حوالي 40% من الاسباب غير معلومه. لما دخل الجينوم واكتشفوا الجينوم والهول اكزوم سيكونس اللي بيعملوه، بعدين نعرف ان ده سبب. ملخصه موضوع كبير قوي. ملخصه ما تيجوا من الاول كده نبعد عن زواج الاقارب. ما تيجوا الاول نبعد عن الستايل الحياه المتعب اللي جاب سرطانات وفشل كلوي واجهاض وعقم، والاولاد اللي امه حامل فيه وابوه كان ماشي غلط في الافيون والحشيش ومش عارف ايه مخدرات والاكل الغلط والطريقه الغلط، بيطلع عيل ما عندوش خصيه فيها حيوانات منويه، بتطلع بنت فيها رحم طفيلي. موضوع كبير قوي يا دكتور، ومعظمه خلل في الجين والكروموزومات. عندي قصص مهمه جدا، اولها يعني كيسز كتيره. اول هذه القصص هي بتسال هل الافضل ان تعمل تجميد اجنه او تجميد بويضات قبل عمليه استئصال اورام ليفيه وكيس على المبيض الشمال؟ المخزون عندها ضعيف والسن فوق الـ40، وبتقول هل بعد ده كله ممكن اعمل حقن مجهري ولا لا؟ هي متزوجه طبعا. طبعا. تجميد بويضات ليه؟ تجميد البويضات ده مشكله شويه، نتائجه مش مبهره، نتائجه ضعيفه حتى الان. لكن تجميد الاجنه افضل. بدل جوزها موجود، احنا بنقول للليسيا ما تجوزتش خلاص، ده يعني بنحاول معها. لو ان استحسن تشتري عريس وتتجوز وتخلف منه، انا مقتنع بالكلام ده. ما تستنيش لما عدي سنك وكده وتقعدي تتبطل. في فيلم اتعمل كده اسمه بشتري راجل. والله والله العظيم. نفس الفكره. الفكره دورت على حد تتجوزه. الفكره مقبوله دينيا، يعني ما سيدنا يا اخي، سيدنا عمر راح عرض زوجته ام المؤمنين حفظه على سيدنا ابو بكر وعثمان، فالواحده تعرض نفسها او ابوها يعرضها، ايه المشكله؟ يعني مش عيب قوي. ست عدت 35 تبدا تفكر بجديه، لكن الاخت ديت تجمد اجنده.
وبعدين تعمل حقن وتعمل ورم ليفي وبعدين تزرع. اذا الحاله الثانيه متجوزه بقالها 5-6 سنين ومحصلش حمل، كشفت كتير، اتضح ان الرحم عندها طفيلي، وبتسال في امل ان الحمل يحصل؟ في انواع من الطفيلي خلاص هو ما بيستجيبش للاستروجين ولا البروجسترون هرمون، ده صعب علاجه حتى الان. وفي نوع بنديله الاستروجين لغايه ما يبدا يكبر، وبتحمله عند ستات كتيره وحملت، وحملت في التين كمان، وكان مكتوب لها انها انفانتايل يوترس. السؤال الثالث، عملت اشعه مهبليه طلع عندها تجمع دموي وبطنه رحم مهاجره، المبايض حجمها كبير، تسال ايه الحل في المشكله دي؟ حقن مجرى على طول، ما تستناش. اي واحده عندها تجمع دموي اللي هو كيس شوكولاته او كيس دموي على المبيض، انا ضد انها تعمل عمليات بالمنظار او فتح بطن او كده، خش على طول اعملي الحقن المجاري. اذا ربنا كرمك وحملتي بتختفي خالص بطانه الرحم المهاجره. السؤال القادم من زوجه بتسال ان جوزها في التحليل عنده تكسير ماده نوويه في السائل في الحيوان المنوي، الماده بتتكسر بنسبه اكثر من 30%، بتسال هل مناسب ليها الحقن المجاري؟ طبعا مناسب جدا، بس في محاذير بنعملها الاول. الزوج ده بنعدل في حياته، في اللايف ستايل بتاعه، ممنوع التدخين، ممنوع المخدرات، الاكل السيء بلاش منه، يكتر خضروات والفواكه ويقلل من تعرض للسموم والحاجات دي، ده جزء كبير قوي مهم وحيوي. الجزء الثاني بتدي له انتي اوكسيدنت. الجزء الثالث انا ممكن اخد بابره احسن ما اخد من السائل المنوي، بيبقى لسه ما حصلش دي ان ايه فراجمنتيشن، اخد من الخصيتين بابره عينه من الخصيتين، لسه الحيوان ما حصلش فيه مشاكل في الدي ان ايه. السؤال اللي بعد كده عن فشل متكرر للحقن المجاري. فشل متكرر حقن المجاري ده موضوع كبير جدا، اكتر من 1000 سبب. ببدا الاول بالست وبجوزها، ايه المشاكل اللي فيهم احلها، وابدا تاني بالدكتور طريقه العلاج بتاعته، وامتى ادى حقنه التفجير، وامتى هيسحب بعد كام ساعه. احيانا في واحده اسحب لها بعد 34 ساعه من الحقن، وفي واحده اسحب لها بعد 40، وفي بينهم. فكل ده اختيار الدكتور ومعمل الاجن، حاجات كتير قوي، وطريقه النقل، موضوع كبير. واحده ليها 15 سنه ما خلفتش، معاها بنتين، عملت عمليه بتاعت تحديد جنس المولود ما نجحتش، عايز تعمل حقن مجاري تاني، ونسبه النجاح يعني قالوا لها منخفضه لان سنها 42 سنه. عندنا سيدات كتيره فوق ال 40، طبعا نسبه الحمل ما بتزيدش عن 10%، لكن ستات ما جابتش غير بويضه واحده بس، وتطلع البويضه دي ذكر، هي عايزه ذكر، عندهم بنات، وزرع لها الجنين ده وتحمل وتولد. واحده بتجيب لي 15 بويضه، يا اما ما تجيبش اجنه الذكور اللي هي عايزاهم، او انها تجيب لي جنين او اتنين وزرعهم وما تنجحش. ده قدر ربنا، طالما هناك امل اجري وراه. السؤال الجاي مهم، او قصه مهمه جدا. واحده عملت حقن مجاري 4 مرات فشلت، عندها مخزون المبيض، هي متجوزه من 10 سنين، مخزون المبيض اقل من 1، فهي مضطربه جدا، وبتسال هل في اجراءات ممكن تتعمل حديثه على حد تعبيرها لتنشيط المبيض؟ لا، لكن ما قالتليش سنها قد ايه. هي السن ما كتبتوش. ما كتبتش سنها. لا خالص. لو اقل من 1 وسنها اقل من 35 تعمل وهتنجح باذن الله. لو اكتر من 35 37 هتبقى صعبه. هتبقى نسبه قليله. السن بينجح، انا 1 من 100 مش 1 من 10. 1 من 100 عندي وسن في الثلاثينات، وربنا كرمها انه بيضه واحده كتير قوي. السؤال الجاي، هي عايزه تعمل حقن مجاري، عندها بنتين وسنها 35 سنه، 3 بنات، حمل طبيعي، مخزون المبيض عندها اقل من 1، 63 من 100، السونار ظهر حاله المبيض كويس، هتعمل حقن مجهري تحديد جنس المولود ولا مخزون المبيض ضعف في الحاله؟ لا، ممتازه وتعمل وهتنجح باذن الله. اها 6 من 10، 6 من 10، 35 سنه دي اوبتيمال، وطلع منها 8 بويضات، وطلع منها 5 اجنه وكل حاجه. الفحص الوراثي للاجنه ممكن يعرف جنين مثلا السلاسيميا؟ هي ده سؤال. طبعا احنا بننصح الناس اللي عندها مرض السلاسيميا بكل انواعه المعروفه انها ما تحملش طبيعي وتولد طبيعي. بنعمل سنجل جين، بندور على الجين ده في الاجنه كلها، ونزرع جنين ما فيهوش المرض، ونخلص من جريان هذا المرض في هذه الاسره، وبيورث
الابن والابن الابن هنقطعه خالص بإذن الله. لو قلت لحضرتك في عالم الإجهاض المتكرر يحدث تصرف معين تشاهده فيدهشك، إيه هو هذا التصرف الذي يدهشك أو يحزنك أو يعني يجعلك تغضب نسبيا؟ انت فاجئتني بالسؤال، بيجي كتير قوي. اه انت بيجي كتير قوي حاجات انا وبسكت احيانا، بسكت ما اتكلمش خلاص. انت مش هتحارب هذا الجهل الشديد قوي قوي، حاجات كتير، الطبيعه، الفتله اللي بيربطوها ديت، الاعتقاد السحر ده، السحر، الست بقى اتحركت ما نامتش على السرير، الكلام ده كله، كل ده ما فيش حقيقه. آه طبعا. لكن يظل الإجهاض المتكرر واحد من كوابيس العائله المصريه طبعا، والعائله العربيه، العالم كله، العالم كله يعني. آه. بيأثر نفسيا على الست. تخيل ست مثلا يجي لها 7 و8 مرات إجهاض متكرر، دي بتنام؟ ما بتنامش. وأسوأ حاجه تحصل لها انها تحمل، ما بتحمل ما بتنامش اكتر كمان. فيا ستي اللي حصل لك 3 إجهاضات فاكثر، اوعي تحملي. نصيحه، استني اعملي الفحوصات اللازمة، علشان مش معقولة 7 و8 مرات بيجيني ستات و12 مرة. لا، لابد نقف ونشوف السبب ايه ونعالجه الاول. لازم البحث عن السبب في حالة الإجهاض المتكرر بدون ان نغفل انه الحفاظ على صحة المرأة هدف مهم جدا. البحث عن السبب هيضمن ان المرأة ما تتعرضش الى علقة الإجهاض. هي علقة بالمعنى الصحي. أصعب حاجة على الست في الطب علمونا، الست تحمل كذا مرة ولأنها تجهض مرة واحدة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري علاج تأخر الإنجاب أطفال الأنابيب، دكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب، عضو جمعية الأمريكية للخصوبة وجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، ورئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا لعلاج تأخر الإنجاب. نورت وأبدعت كعادتك في الدكتور. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا. خليكوا دايما مع الدكتور. أهلا بكم، حلقة خاصة جدا مع نخبة عالمية من رواد عالم المسالك البولية وجراحات البروستاتا. طبعا البروستاتا عضو مهم جدا. عنوان الحلقة أكيد الدقة، الدقة في التعامل والأكثر حداثة في الأساليب العلاجية التي تضمن دائما التأثير على الحالة المرضية بدون ما يسمى بالكولاترال دامج أو الدمار للمجاور من الأنسجة. البروستاتا موقعها كما نعلم تشريحيا موقعها خاص جدا، مجرى البول يمر من داخلها، محاطة بأعصاب مهمة جدا بشرايين، هي فاسكولار، كمية الأوردة والشرايين الموجودة فيها موجودة بشكل كبير. أيضا الأعصاب، نحن نخشى على هذه الأعصاب لأنها أعصاب السبلاي للعضو الذكري، وبالتالي الأساليب الأكثر حداثة الموجهة لها قيمة كبيرة هنا جدا. طبعا ضيوفي الأعزاء بلا شك أنتم تستمتعون طوال حلقات ماضية وأيضا في القادم مع ضيوفي الأعزاء القمم العلمية الكبيرة. النهاردة طبعا القمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور حسن شاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية طب جامعة عين شمس وميل جامعة تورنتو ومكيل بكندا، وعضو جمعية جراحات المسالك البولية الأمريكية الأوروبية، أستاذنا والرائد القدير. أهلا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا بحضرتك. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور عمرو عمارة، أستاذ مساعد جراحات المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس، وأستاذ العلاج الموجه لسرطان البوستة بإنجلترا وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل الجمعية الأوروبية للمسالك البولية. أهلا بك دكتور عمرو بيوم. نورنا. أهلا طيب إن شاء الله. وطبعا ضيف العزيز واحد من نجوم عالم المسالك الأستاذ دكتور محمد قطب، أستاذ مساعد جراحات الكلى والمسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل جامعة هايدلبرغ الألمانية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. هبدأ الأول النهاردة مع الدكتور محمد قطب بسؤال لكيفية الاختيار لطريقة العلاج. لماذا هذا السؤال أولا؟ يعني كيفية الاختيار، كيفية الاختيار معناه أن في منيو في العلاج. منيو ده تعبير طاهي لكن أنا عاخده للطب، أو أنا خدته خلاص للطب من زمان، في فهرس، في احتمالات وأساليب علاجية مختلفة، بس كيفية الاختيار ده شيء مهم. هو اختيار العلاج في الآخر للمريض، ده المريض اللي قاعد قدامي دلوقتي. يعني أنا المريض اللي قاعد قدامي دلوقتي عشان اختار العلاج، في حاجات من المريض، حاجات من الورم، حاجات من وسائل العلاج الموجودة المتاحة اللي هي بقت كتير جدا زي المنيو دلوقتي.
أول نقطة المريض حالته الصحية بتتدخل بجزء شديد جدا في اختيار العلاج المناسب لي. يعني ممكن نفس حالة الورم في مريض نختار له حاجة، نفس حالة الورم في مريض تاني نختار له حاجة. عشان كده الكلمة اللي بنسمعها كتير، بس أنا ليا فلان أعرفه عمل كذا، فلان أعرفه عمل كذا، هي مش لفلان ومش لمرحلة ورم بس، لحالة المريض الصحية، حالة المريض بصورة عامة. وزن المريض بيفرق، طول المريض بيفرق، حالة الورم تاني حاجة طبعا، حالة الورم المرحلة اللي أنا اكتشفت فيها الورم. عشان كده كل ما المرحلة دي تكون مبكرة وسائل العلاج وطرق العلاج بقت عندي كتير، كل ما المرحلة تتأخر الأسلحة اللي في إيدي أو التولز اللي في إيدي اللي بعالج بيها رغم كثرتها دلوقتي بس ما بقتش متاحة كتير. دايما لما بنيجي نعالج ورم خبيث بنبص في ثلاث قواعد لينا للعلاج. أول حاجة استئصال الورم بالكامل، وأحيانا بنحتاج نستأصل حاجة اسمها الغدد الليمفاوية اللي الورم بيبعت لها. يبقى أول حاجة أنا لازم أخلص من الورم بالكامل، الكلام ده غالبا قواعد الورم الخبيث بصورة عامة، فلازم أخلص من الورم بالكامل. طيب قدرت أخلص من الورم بالكامل وأحافظ على العضو اللي فيه الورم زي ورم صغير في البروستاتا، زي جزء من ورم في الكلى، قدرت أستأصل الورم بالكامل بالحد الآمن بتاعه وحافظ على الكلى أو حافظ على البروستاتا، يبقى تاني مرحلة هستأصل الورم جذريا، تاني مرحلة هحافظ على العضو اللي فيه الورم. المرحلة التالتة لو قدرت أعمل الكلام دوت بمينيمالي انفيزيف، بتدخل محدود بسيط ما يضرش الحالة الصحية للمريض، يبقى أنا كده حققت التلاتة تارجت بتوعي أو التلات أهداف بتوعي في العلاج، شلت الورم الخبيث بالكامل، حافظت على العضو اللي فيه الورم، حاجة التالتة فت المريض بأن أنا أدخل بتدخل بسيط. طيب لو أنا في مرحلة مبكرة جدا، أحيانا ورم البروستاتا احنا قلنا أن رغم أنه خبيث بس هو بطيء وضعيف لدرجة أن في بعض الأحيان في مرضى معينين بحالة صحية معينة بتوقع دورة حياة معينة بنقول أن الورم ده في مرحلة مبكرة جدا، فممكن نتابع الورم رغم أنه خبيث. رغم أنه خبيث ممكن أتابع الورم دوت ما عملوش أي حاجة، أفضل ماشي بالمتابعة وانس الورم ده، هي مش متابعة أن أنا سايبه لأن أنا حاطط عيني عليه وحاطط له بروتوكول متابعة، وانس لقيت الورم ده أول ما لقيت الورم ده بدأ يتحرك من مكانه أو بدأ يكبر أو بدأ يتغير طريقة سلوكه بتدخل في الوقت المناسب. طب ما حد تاني صحيا سنه صغير شوية، حالة الورم في مرحلة مبكرة جدا، عبارة عن بؤرة صغيرة أو بؤرتين صغيرين حجمهم صغير، شخصته بالرنين لعدم وجود أي انتشار في أي حتة، ممكن في حالة زي كده العلاج الموجه. العلاج الموجه في المرحلة دي بيكون علاج جذري للورم مع الحفاظ على العضو اللي هو هنا في حالتنا البروستاتا، مع أن أنا ما ضرتش المريض بأي صورة، بروستاتته في مكانها، أعصاب اللي ماشية جنب البروستاتا بحالتها، التحكم البولي زي ما هو، فكل الحالة بتاعت المريض تكاد تكون هي هي. يبقى دي المرحلة التانية، أن أنا لقيت ورم صغير قوي محدود في البروستاتا تدخلت ليه بالعلاج الموجه. طيب لا وضع مختلف شوية، يعني هنا مثلا ده صورة الجهاز السونار بتاع العلاج الموجه وباين ان الورم محدود وحجمه صغير مش حجمه كبير. طيب اللي بعد كده الصورة اللي بعديها برضو اللي هي بتاعت العلاج الموجه، بتبين ان احنا بنتارجت عن طريق الليزر العلاج الموجه اللي في بؤرة صغيرة موجود عن طريق العلاج الموجه بالليزر. طيب المرحلة اللي بعد كده لو الورم اكبر شوية، لو درجة من تحليل الباثولوجي اللي حللناه ظاهر فيه حاجات معينة، بننتقل للمرحلة اللي بعديها اللي هو التدخل الجراحي. التدخل الجراحي ده ممكن يكون تدخل جراحي عادي، تدخل جراحي باستخدام منظار البطن، أو تدخل جراحي باستخدام جهاز الروبوت. يبقى هنا ده احنا قلنا ان ده تدخل جراحي، العلاج الإشعاعي هو بديل كتدخل جراحي. هنا هو هنا العلاج الإشعاعي مش العلاج زي السنويات او الكلام اللي موجود في بعض التخصصات التانية، لكن احنا بنقول ان وانس دخلنا في التدخل الجراحي، تدخل الجراحي بقى يا اما بتدخل جراحي عادي بعملية جراحية، تدخل جراحي باستخدام منظار البطن، او تدخل جراحي باستخدام الروبوت، كلهم بنفس النتيجة. الفرق ان التدخل محدود، منظار البطن او الروبوت هو تدخل محدود مفيش جرح، والقصة مش في جرح بس، قصة ان ما ضرناش المريض بصورة اكبر المضاعفات الجانبية. طبعا لا قدر الله بقى لو كان مرحلة متأخرة شوية بيبقى انتشر، ففي حالة زي كده بيبقى الوضع علاج هرموني، ونتائج العلاج الهرموني مع معظم أورام البروستاتا الخبيثة المنتشرة برضو نتائجها ممتازة والتوقع الحياة فيها طويل. في نقطة
في نقطة مهمة بس هنا برضو في اختيار طريقة العلاج، الفريق متعدد التخصصات مهمة قوي، ودي يمكن حاجة اللي احنا بنحاول يعني ننقلها من الغرب لعندنا، اللي هو الكونسبت أو المبدأ الخاص بالام دي تي أو المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش، إن احنا لما ناخد قرار علاج لمريض أورام ما يبقاش قرار فردي، مهم قوي يبقى قرار عن فريق عمل. الفريق عمل ده مش مسالك بس، لا، مسالك، أشعة تشخيصية، أورام، أورام مش أورام جراحة أورام، لا، علاج أطباء الأورام اللي هم بيتخصصوا في العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، وده برضو أو الهرموني، وفي طبعا حاجات جديدة قوي اللي هي الإميونوثيرابي أو العلاج المناعي، وكل الطرق الجديدة دي المنطقة الخاصة بالأورام. لما المجموعة دي كلها تكون قاعدة مع بعض، وده اللي احنا اللي بيحصل دلوقتي في معظم المجتمعات الغربية، يمكن المملكة المتحدة في الموضوع ده مصرين ان مفيش اي عيان بأورام خبيثة يتم علاجه الا لو مر بمرحلة فريق العمل او الكونسولتو اللي هو بيتكون من تخصصات متعددة، ويمكن فوق دول كمان ساعات بيبقى فيه كمان طبيب نفسي، ودي في حتة معينة علشان يشوفوا ايه انسب علاج اللي هو التايلورد تريتمنت او العلاج التفصيلي بالضبط، يتفصل على مقاس العيان دوت، والا هنبتدي نعاني من جزء من الاورام بتعالج اكتر بطريقه معينه اكتر من طريقه ثانيه طبقا للعيان شاف مين الاول. يعني لو شاف طبيب الاورام الاول ممكن يتجه للعلاج الراديشن بس، لو شاف طبيب الجراح الاول ممكن يروح للجراحه الاول، لو شاف الفوكال ثيرابيست او العلاج بالعلاج الموجه. فهو دي ميزه العلاج عن طريق او اتخاذ القرار بفريق عمل ان يكون قرار متزن. واورام البروستاتا برضو احد الحاجات اللي فيها اختيارات في العلاج. يعني احيانا المريض بيصلح له اختيارين، يعني احنا في معظم الاورام غالبا لما بناخد قرار للمريض بنقول له انت حالتك محتاجه كذا كذا، ده ممكن يكون تدخل جراحي، كذا ده علاج معين، لكن اورام البروستاتا احيانا فعلا بيبقى فيه اختيارات، فحتى المريض بيتداخل معانا في الاختيار دوت، وده مش حاجه، لان فعلا الاختيارين في بعض الاحيان بيؤدوا الى نفس النتيجه او نتيجه متشابهه جدا، فاحيانا حتى بيتشرح له ان في دلوقتي انت خلاص بحالتك دي انت المريض الفلاني ينفع لك فعلا العلاجين دول. هذهب الى الاستئصال الجذري للبروستاتا، هل معنى كلامنا على التقدم التكنولوجي ان احنا بنزيح الاستئصال الجذري للبروستاتا؟ ده سؤالي الاول، ماذا يعني الاستئصال الجذري للبروستاتا اساسا؟ والسؤال المهم جدا، قيمه الفريق العمل المتكامل في برضه حاله الاستئصال الجذري او قرار الاستئصال الجذري للبروستاتا. الاستئصال الجذري للبروستاتا ده من العلاجات التقليديه اللي حصل فيها تقدم كبير جدا. طبعا هو ده مش حاجه حديثه، ده موجود من الخمسينات او الاربعينات من القرن الماضي، بس طبعا كان الاول بيتم بطريقه بجراحه تقليديه، والجراحه التقليديه دي نفسها تطورت جدا، تطورت تشريحيا وتطورت بآلاتها وهكذا. فده علاج، هو علاج نتائجه ممتازه، ونتائجه احنا نعرفها على مدى طويل جدا، اكتر من 20 سنه بيحصل ايه في المريض بعد العلاج اللي هو الاستئصال الجذري للبروستاتا. المشكلة في الاستئصال الجذري للبروستاتا ان احنا اكتشفنا في التسعينات من المرض القرن الماضي ان هذه علاج زائد عن الحد لبعض المرضى، اللي هو اتكلم عليه من الدكتور محمد، اللي مريض اللي هو الورم فيها صغير ومش عامل اي مشاكل خالص، او بؤرة صغيرة جدا ممكن تعمل علاج اللي هو الموجه. فلما يكون مريض بقى مناسب ليه الاستئصال الجذري للبروستاتا، هنا بنعمل في بنتدخل جراحيا، بنشيل البروستاتا كلها، بنشيل كمان الحويصلات المنويه، ساعات كمان بنشيل الغدد الليمفاويه معاها. ده كلام مهم جدا. طبعا هنا بيكون بقى معنى كده ان كان هدفنا ان احنا نتخلص من العضو كله، مش من مجرد الورم فقط، نظرا لانتشار الورم داخل العضو كله، فما يسمح لناش ان احنا نسيب جزء منه. طبعا بالطريقه التقليديه ان احنا كنا بنفتح فتحه كبيره جدا ونقدر ونشيل الورم بيه، ودي طريقه معمول بها في كثير جدا من المراكز حتى هذه اللحظه. طبعا تقدم الموضوع دي، كان زي مثلا دي احد الطرق التقليديه، تشوف فتحه كبيره جدا، دي مش لاستئصال البروستاتا لكن ده لاستئصال ورم في الكلى، لكن فتحه مهوله جدا. طبعا تقدم الكلام ده جدا بعد من حوالي 30 سنه، ابتدينا نعمل العمليات دي بمنظار البطن. منظار البطن
حقيقي الفكره بتاعته ان انا ما بفتحش، انا بعمل ايه؟ ان انا بدخل عن طريق ثقوب صغيره في جدار البطن، بعمل نفس العمليه بالظبط بس من غير ما افتح. برضو ده منظار للبطن بيورينا الفكره بتاعته، لان ده في فيميل ده رحم اهوت. طبعا بروستاتا اساسا موجوده في الرجاله بس عشان تبقوا عارفين، واكيد انتوا عارفين المعلومه دي. الهدف كان اساسي ان انا احول عمليه كبيره جدا لعمليه بنسميها تدخل جراحي بسيط، لكن بعد كده ابتدى المنظار ده يتقدم جدا وتحول لمنظار ثلاثي الابعاد زي اللي احنا شايفينه الناس هنا لابسين نظارات بتاعه ثلاثيه الابعاد، فكاننا قاعد جوه بطن المريض. مش كده بس، ده ابتدى يحصل حاجه اسمها التغيير الطيفي او التحويل الطيفي، لدرجه ان انا دلوقتي بقيت بالمنظار اشوف صوره احسن لما بشوفها بعينيا المجرده. مش كده بس، ده انا بقدر اعمل تكبير واقدر اشوف من حتت مش ممكن اشوفها وانا فاتح بطن العيان. يعني ممكن الف بالعدسه ابص من ظهر البروستاتا من جنبها اليمين من جنبها الشمال، مع التكبير الكبير فبقيت اقدر ان انا اعمل عمليه بدقه اكبر كتير جدا، الفقدان الدم فيه اقل كتير جدا من الفتح الجراحي، وكمان ان انا بقدر بقى اعمل بدقه كبيره قوي ان انا ارجع ثاني اوصل المثانه بمجرى البول بعد ما اشيل البروستاتا. التقدم ما وقفش عند كده، دلوقتي بقى في الجراحات اللي هو روبوتيه، انا بعمل نفس الجراحات. طبعا دي صوره بتوري الفرق ما بين الجرح الكبير جدا اللي كنت موريكم في الاول، وفي الاخر ده شكل بطن المريض بعد ما اتعمل له العمليه بمنظار البطن. مقارنه، حطينا مقارنه جميله جدا ما بين جرحين، وان كان مش لنفس العمليه بس بتوريك الفرق ما بين الجرح الكبير بتاع العمليه الفتح والتاني. دي يمكن المريض دي اهم حاجه، لكن الجراح بقى كل الحاجات اللي انا قلتها الثانيه. زي ما اتفقنا الموضوع ما وقفش هنا. ليه بقى؟ لان طبعا وانا بشتغل من بره زي ما وريتكم في الصوره اللي فاتت، انا واقف جنب المريض في وضع صعب جدا وحركه مش سهله، كمان التحكم في الالات محتاج تدريب طويل جدا عشان اقدر اوصل لهذا الحد. دخل بقى ما يقال عليه الروبوت او الانسان الالي. هو الانسان الالي ده هو ما هوش بيشتغل عمليه لوحده ولا بيعمل عمليه لوحده، لا هو سهل العمليه على الجراح. ازاي؟ خلى الجراح هو بيشتغل من بره، بيشتغل على كونسول كده اهوت، وهو نفس الروبوت دي دراعات الروبوت بتشتغل داخل المريض. هنا مفيش زي ما انتم شايفين جراح واقف على المريض، لكن هو الجراح قاعد على كونسول بيشتغل بيه كانه بالظبط بيلعب لعبه بلاي ستيشن او حاجه زي كده. طب دي عملت ايه؟ خلت الجراح قدره كبيره جدا في انه يتحكم في اللي بيعمله جوه بطن العيان. ده فريق العمل، احنا قاعدين على كونسول زي ما انتم شايفين ماسكين حاجات في ايدينا عامله زي الجويستيكس بتاعت البلاي ستيشن، والحركه اللي بنعملها في ايدينا بتترجم داخل المريض زي ما انتم شايفين كده. دي الحركه اللي بيعملها الروبوت، ده مش من مخه، دي الحركه اللي انا بعملها بايدي وانا قاعد على الكونسول. طب فادتني في ايه؟ دقه اعلى كبيره جدا، كمان امان اعلى. ليه؟ لان الروبوت ده هو ساعات كمان بيمنع حاجه تحصل خطا. يعني مثلا ايه؟ لو انا سبت الجويستيك ده وانا شغال لاي سبب، مش هيروح هو يروح خابط حاجه، يروح واقف مكانه زي ما انا وقفت هو هيقف. لو حصل اي مشكله في الروبوت، في ناس تقول لي طب افرض الروبوت باظ وانا شغال، ممكن يبوظ زي اي اله، لكن اول ما يبوظ هو بيجمد نفسه عشان ما يضرش اي حاجه. فدي كلها وحاجات اخرى كتير ابتدى يدخل ذكاء صناعي. يعني مثلا ايه؟ اي حد فينا لو كبرت حركه ايده هتلاقي فيها رعشه خفيفه جدا ما بتشوفهاش العين المجرده، لا الرعشه دي هو بيلغيها. انا ايدي بتلف بكتيره جدا 120 درجه، لا ده انا اقدر اوصل بالروبوت ان انا الف ايدي 720 درجه كاني لفيت ايدي ثلاث مرات حول نفسها. انا بقف وراح واقف وراجع تاني ولاف وراجع تاني. فدينا العمليه في وقتها طويل ايدك هتتعب، لكن الروبوت العضلي المجهود العضلي دي نقطه مهمه، المجهود العضلي. انا بقول المجهود العضلي طبعا الموضوع العضلي في الفاين موفمنت بيأثر. احنا جزء من الاستثمار في الروبوت هو استثمار في الطبيب، لان حضرتك كنا بنتكلم على الطبيب ده عشان يوصل لمرحله تعلم او مهارات معينه في عمليه جراحيه معينه بياخد ما لا يقل عن 10 سنين وساعات 15 سنه وساعات اقل وساعات اكتر. انت عايز تستفيد من الطبيب ده لاكبر فتره زمنيه ممكنه. انت لو بنتكلم على عمليات الاوبن سيرجري
بعد مرحلة معينة وسن معينة من الطبيب والمجهود العضلي وكمان المساعدين اللي معاه تستهلك مجهود كبير قوي علشان تقوم عملية معينة. في حاجة مهمة جدا، الجسم الإنسان ده عامل زي الصندوق، حاول ما تفتحوش تماما عشان تحافظ على الفسيولوجي بتاع الداخلية لجسم الإنسان. كل ما عملت اكسبوجر او اتعرضت الاجزاء الداخليه للجسم الانسان اللي هو مش بيتعرض ليها في الطبيعه، فانت بتزيد من نسبه المضاعفات. كل ما خليت العمليات بتاعتك في خلال الاتموسفير الداخلي او الفضاء الداخلي للمريض، فانت فرصه المضاعفات اقل. ففوائد اللابروسكوبي والبرسيجن بتاعتها او اللي هو المناظير البطن والدقه والتكبير والمحافظه، برضو احنا اتكلمنا قبل كده عن حضرتك، اتكلمت على الاعصاب وعلى الاورده والشرايين، المحافظ الملاصقه للبروستاتا اللي احنا بنحاول نحافظ عليها. طبعا لما بتكبر الرؤيه وبتحسن الدقه ممكن تحافظ على الكلام ده وتقلل برضو المشاكل اللي بتيجي مع التاثير على الانتصاب او كلام من ده. فكل الكلام ده طبعا يعني بيتم ملاحظته بالتقنيات الحديثه دي او بالمناظير، والمناظير كمان دلوقتي من حاليا مختلفه تماما عن 7-8 سنين فاتوا. الفايبرز او الالياف البصريه بقت احسن، الرؤيه بقت احسن، دي كلها بقت كلها بتصب في مصلحه المريض. احنا كنا محظوظين جدا دكتور ايمن في جامعه عين شمس الصراحه، ان احنا جالنا، احنا اول جامعه في منطقه الشرق الاوسط في افريقيا يجي لنا الروبوت من الجيل الحديث ده. يعني كان جالنا قبل كده في معهد الاورام روبوت من الاجيال القديمه، وللاسف ما استمرش لان ما كانش روبوت ممتاز قوي ساعتها، لكن كنا احنا اول جامعه واول مستشفى يجي لها ده. والصراحه يعني كان في مجهود كبير جدا من اداره الجامعه ومن اداره مستشفى عين شمس تخصصي ان احنا يجيبوا لنا الروبوت ده وان نكون احنا جامعه رائده في هذا. طبعا شيء جميل جدا مش بس للجراحين، لا كمان للمرضى. مرضى كان كتير جدا بيسافروا بره عشان عايزين الروبوت. الروبوت دلوقتي موجود والحمد لله عندنا الخبرات العمل بيه، وطبعا زي ما الدكتور عمرو قال انه بيحسن جدا النتائج. في حاجه نقطه كبيره جدا حكايه انك تحافظ على الكيان الداخلي بتاع المريض ده. البيئه الداخليه بنشوفها بالبيئه الداخليه، بنشوفها في المريض بعد ما بيخرج من العمليات. يعني احنا دايما المناظير البطن والروبوت وقته في العملية أطول من الفتح الجراحي، لكن تلاقي المريض تاني يوم خارج من المستشفى أو تالت يوم خارج من المستشفى، والعيان المفتوح ده أسبوع 10 أيام لسه في المستشفى رغم أن العملية كانت أقصر، لكن عشان محافظ على البيئة الداخلية بتاعتها. ويمكن أضيف نقطة، هي عملية أقصر وأطول دي برضو يعني ده شيء بسميه learning curve. هو بعد فترة معينة من ممارستك لمناظير البطن أو للروبوت البطن وقت العملية بيقصر، ودي الحاجة اللي أنا لاحظتها. أنا من أحد التخصصات الفرعية ليا هو الاستئصال الجذري للكلى عن طريق مناظير البطن. الصراحة إن طبعًا أول ما بتبتدي الليرنينج كيرف بتاعتك أو اللي هو الفترة التعليمية الوقت بيبقى أطول، بس في وقت قصير جدًا بتبقى هي نفس المدة. لكن المهم جدًا إن العيان بتاعك الألم بتاعه بعد العملية بأقل، عودته للحياة الطبيعية أقل، وجوده في المستشفى أقل. بعدين لازم ما ننساش حاجة مهمة جدا، تواجد المريض في المستشفى. لا ده حاجة مهمة جدا، احنا في عصر الكورونا، احنا في عصر الكوفيد، مش عايزين العيانين تفضل في المستشفيات كتير. احنا عايزين فعلا نركز ان العيان لو طبعا مدام العلاج هو النتيجة هي نفسها، كل ما نقلل تواجد المريض في المستشفى ده هيقلل من اي مشاكل. ان هو تواجده في السرير كتير ده مش حاجه مش كويسه، لان هو ده بيتزود من فرص الالتهابات الرئويه، جلطات في الرجلين. كل ما قدرنا ان احنا نخلي العيان يتحرك اسرع، يخرج من المستشفى اسرع، مما لا شك فيه ان نسبه المضاعفات الغير متعلقه بشكل مباشر بالعمليه هتبقى اقل بكتير. ده برضو يوضح ان التدخلات البسيطه مش بس شكل الجرح، لأن برضو الناس تقول لك لو أنا مش فارق معايا شكل الجرح. هي المميزات دي كلها مش شكل جرح، يعني شكل الجرح هو جزء موجود. الصورة اللي عرضها دكتور حسن، فعلا ده جرح كبير ده جرح صغير، بس مش دي الميزة خالص. الميزة حاجات كتير تانية في مصلحة المريض، حتى إن كان هو مش شايفها من بره، هو شايف شكل الجرح، جرحي صغير جرحي كبير، لكن في الآخر حتى كحالة ورم النتائج هي هي. طب بنوصل لها بتدخل محدود ما أثرش على حاجة وخدت نفس النتيجة. أهم حاجة في الأورام الخبيثة إن لازم يكون التدخل الثاني هيجيب نفس النتيجة.
ده شكل جرح ده قمة جبل التليج، لكن الفايدة أكبر بكتير من مجرد شكل ظاهري. بس احنا بنقول لكم لأنه ده أكتر حاجة بيسأل عليها المريض. العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني واحد من أهم المواضيع في عالم علاج الأورام. خبراتنا زادت إزاي نختار العلاج ده للمريض، وابتدينا نفهم أكتر أن احنا التبادل الخبرات دي بقى مهم جدا. كل ما التشخيص كل ما يبقى بدري، كل ما الأوبشنز زي ما حضرتك قلت، كل ما المنيو عندنا يبقى واسع. زي ما احنا شفنا البروسيس تبعد بعيد خالص قدامنا وبتحين المادة، بعد كده يبقى احنا كده ضمننا عندنا مساحة كافية ان احنا ندي الجرعة الكاملة بدون تأثير سلبي على الشرج. اهلا بكم في الدكتور في حلقه مهمه جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم الجلد النهارده. في مثل في العربي بحبه قوي اسمه معظم النار من مستصغر الشرري، ده في اللغه العربيه. من اكتر انواع الافلام اللي بحبها في السينما العالميه هي الافلام اللي بتبنى كوارث ومشاكل كبيره على اخطاء بسيطه، غلطه بسيطه يعني في عرف اللي بيعملها ايه، يعني عملنا كده بس كده، ده مع الوقت يعمل كوارث ويعمل يعني ديزاسترز كبيرة جدا. طيب حب الشباب هو المثل الرائع او المهم اللي ممكن ينطبق عليه معظم النار من مستصغر الشر. لما تيجي تبصوا حب الشباب كل البيوت بتستهيفه، تعمل معاه ايه، بنت طلع لها حب الشباب، الواد طلع له حب الشباب، اوكي حتى الشاب نفسه بيتعامل معاه في الاول بحاله من الاستهتار نسبيا، والنتيجه بتكون وخيمه جدا. الاستهتار ده له اكتر من شكل. الاستهتار في اني ما اروحش للدكتور وادور على كريم من خلال وصفه الوالده حاطه كريم في الثلاجه مكتوب عليه ليه علاج حب الشباب يلا حطه. نزلت الصيدليه برضو لقيت، قلت له انا عايز كريم، او قال له انا قالت له انا عايز كريم لحب الشباب راح مديه. بلاش بقى من الصيدليه خالص ولا من الثلاجه بتاعه البيت، لا في كوارث اكتر من كده. جروب يا جماعه في علاج تعرفوه مجرب حب الشباب، ده في حاجه طبعا احنا عندنا ملوك الفتي، ملوك ابو العرفين، ده انا كنت اخترعت شخصيه ابو العريف دي اللي انا اللي اخترعتها. وانا بخترعها كنت متخيل انا بعمل حاجه اكستريم، لقيت ان البلد فيها ناس بتفتي اكتر بكتير من ابو العريف دوت، وبيفتوا فتي خطير جدا جدا. تبص تلاقي واحد كده خد الكريم ده مدام متجرب صاحبتها خدي حطي على، تبص تلاقي الجلد اتبهدل وبقع وتغير، هي نفسها تلعب بقى، دي كوارث تانية. احنا بصدد الحوار في موضوع عنوانه معظم النار من مستصغر الشرر، ضيف العزيز اسم كبير واسم قدير، وبستمتع بالحوار العلمي معه لانه اسم اكاديمي من طراز رفيع، واحد من الاسماء اللي هتستفيدوا منها جدا جدا، واللي استفاد منها الالاف بلا شك سواء من مرضى وطلاب واكاديميين. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور خالد محمد غريب، استاذ مساعد الامراض الجلديه بكليه الطب جامعه الزقازيق، عضو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه AAD، وعضو الجمعيه الاوروبيه للامراض الجلديه والتناسليه، والعضو المنظم بالاكاديميه باكاديميه DMC. اهلا بك يا دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم. معظم النار من مستصغر الشرر طبعا، ده مثل جميل قوي وبنطبق على الحاله بتاعتنا دلوقتي. ينطبق على حب الشباب طبعا، لو انا عليك حاجه زي حب الشباب بدري انا هوفر على نفسي مشاكل كتير قوي ممكن تحصل، وعلاجات وحاجات في المستقبل كتير ممكن اعالجها. الحوار النهارده هيدخل كل بيت ومهم لكل اسره، لانه حب الشباب موجود في كل بيت، وبساعات بيبقى الاسره كلها بتعاني من حب الشباب طبعا. هبدا الاول بتفهم ما هو حب الشباب. حب الشباب احنا بنسميه الاكني فالجارس، كلمه فالجارس في اللغه الانجليزيه يعني شائع، يعني هنلاقيه بكميه كبيره من الناس، ودايما كل المشكله ان في غده اسمها بيلو سبيشس جلاند بيحصل لها اوبستراكشن بتتقفل، فيبدا الغدد الدهنيه اللي فيها تبدا تزيد وتبدا تعمل حاجه اسمها وايت هيد او بلاك هيد اللي هو الرؤوس البيضاء او الرؤوس السوداء، وعلى حسب مكان الغدد ديت بيبدا تنتشر حب الشباب، سواء موجود في الوجه او في الصدر او في الظهر او في الاكتاف. السؤال المهم يعني ايه اللي يخلي حد يجي له حب الشباب؟ هل وراثه ولا اكل ولا ايه؟ احنا عندنا اسباب لحب الشباب، يعني من ضمن الاسباب اللي بتخلي الواحد معرض لحب الشباب هو التغيرات الهرمونيه.
يعني دايما حب الشاب بيجي دايما والناس عارفين فتره المراهقين بعد سن البلوغ سواء ولد او بنت بزياده في هرمون الذكوره هو اللي موجود فيها. هرمون الذكوره عادي هيزيد في الولد فيحصل له حب الشباب، انما مش طبيعي ان البنت يزيد فيها هرمون الذكوره، فبتبقى عندنا ملامح يا ترى هبدا افكر ليه هرمون الذكوره زاد، يا ترى في حاجه باثولوجي فيها، في الدوره مظبوطه، ده في حاجات الشعر زايد في الجسم، طب شعر الراس سليم، يعني هبدا اشوف كتركيبة كاملة للبنت. ممكن الناس اللي بتاكل حاجات فيها زيوت أو في حاجة زيوت طيارة ده مهم جدا، طبيعة البشرة اللي هي السيبورية لما تكون البشرة دهنية أكتر أو فيها زيوت كتيرة دوت هيبقى معرض أكتر لحب الشباب، ويبدأ تبدأ السكادجول بقى اللي موجود إن حب الشباب يبدأ يظهر بالأنواع بتاعته اللي موجودة. الأعراض إيه؟ حب الشباب عبارة عن رؤوس سودة ورؤوس بيضة، يبدأ بقى الالتهابات اللي تبقى موجودة وتبدأ تتكون بعد كده حاجة اسمها بابيول، يعني تبدأ تظهر حباية، الحباية دي ممكن تخش فيها انفكشن وتبقى باستيولز، ويبدأ بعد كده عايزين نقول بالعربي عشان الناس يعني عبارة عن بثور صغيرة تظهر على الوش، بثور صغيرة فيها انفكشن فيها بكتيريا موجودة، وبعد كده البثور دي ممكن تكبر وتعمل تقرحات تحت الجلد بكميات كبيرة. دوت مختصر لحب الشباب زي ما موجود قدامنا على الشاشة. كل ده ممكن يكون موجود في بشره واحده، يعني مش شرط يبقى ده او ده كله. لا، ممكن يبقى موجود الانفكشن ونان انفكشن في نفس الوقت معرفة. او انفلاماتري او نان انفلاماتري اللي هو ايه، في التهاب او مش في التهاب في نفس الوقت. في عوامل تزود الامر سوء؟ انا يهمني في حب الشباب لازم اشوف الاول الشخص دوت عنده سيبوريه او لا، يعني عنده بشرته دهنيه او لا. لو لقيت البشره دهنيه هتقفل المسام بتاعه الغده البيلو سبيشس اللي احنا قلنا عليها من شويه في التعريف. لما يقفلها هتبدا نوع من البكتيريا تظهر، والبكتيريا دي لما تظهر هيبدا يحصل انفلاميشن فتبدا تتكون مجموعه حب الشباب اللي موجوده قصادنا. لذلك دي الحاجات دي لازم اكون عارفها. لا ده بشرتي دهنيه، تم دوت يبقى انا هبقى معرض لحب الشباب، وزي ما حضرتك قلت المثل ده حاجه انا بشرتي دهنيه فانا هبقى معرض بعد كده ان حب الشباب يظهر معايا، فانا اقدر اقلل البشره الدهنيه، اقلل طبيعه اكلي، ده مهم جدا في العلاج. يعني اذا اللي عندهم استعداد لازم ياخدوا بالهم من الاكل بتاعهم جدا. طبعا طبعا هيبقى في استعداد عائلي، يعني العائله كلها هيبقى موجود فيها حب شباب قبل كده، ده بشرتنا دهنيه، ده بنلعب في وشنا فبدا يحصل حبوب، فالبنت الصغيره اللي بتبقى خلاص تكبر وبدا في وشها حب شباب، لا ده انا عالجها بدري عشان ما يحصلش السكادجول اللي موجود دوت كله اللي هو التوالي بتاعته. التوالي بتاعته. هقف قدام حته مهمه قوي، العلاقه بين التغيرات الهرمونيه وحب الشباب. التغيرات الهرمونيه هتحصل للولد والبنت على حد سواء، انما في البنت انا بلاقي ملامح تقول لي حب الشباب ده بيظهر قبل ما تيجي لي الدوره يا دكتور، الدوره الشهريه بفتره باربع خمس ايام. انا مع الحمل هتبدا تزيد الدوره، انا باخد نوع من الحبوب زي الكورتيزونات او كده بتبدا تغير لي الهرمونات وتبدا تغير لي حب الشباب او تزود حب الشباب اللي موجود عندي. ده بيحصل في الستات في البنات والشباب. البنات والشباب بس طبعا ملوش سن، حته السن مهمه بالنسبه احنا طبعا الحب الشباب او المعروف عندنا انه بيحصل مع سن البلوغ. الهرمونات بتزيد سواء في الولد او في البنت، والهرمون لما بيزيد بيبدا يعمل يحفز بقى الايه النشاط الهرموني اللي موجود فيه ويحفز نشاط الغدد العرقيه اللي تظهر والدهون اللي ممكن تظهر على الوجه. في حب الشباب واحد من الحالات المرضيه اللي يعني تحاط بخرافات وشائعات وافكار مغلوطه، ايه اكتر الخرافات والشائعات؟ يعني حد كان لسه سامعه قريب يقول له دكتور انا دلوقتي عشان ما نضفش وشي معناه ان ممكن يظهر لي حب شباب؟ لا طبعا مش كده، ده حب الشباب دوت مش معناه ان يجي عليا تراب او كده هيعمل حب شباب، حب الشباب ده انا بصيت لحد او جالي عدوى من حد عن طريق حب شباب جالي، لا حب الشباب مش معدي ولا في عدوى عن طريق حب الشباب، انا ممكن اكل دهون او كده دي هتزود حب الشباب، الدهون او الاكل بتاعي، انما مش سبب رئيسي لحب الشباب. مش هتبداه من الاول. مش هتبدا حب الشباب من الاول، لو انا بشرتي مش دهنيه وحتى باكل حاجات زيتيه معناه ان مش هيظهر لي حب الشباب اللي عندي. الرسمه دي مش فاهمها. رسمة هندسية. الرسمة دي بتعبر لي لو أنا دلوقتي جالي حب شباب وللأسف لعبت في حب الشباب هيبدأ يحصل لي حاجة اسمها ندبات لحب الشباب أو تحصل لي أثار لحب الشباب، فعلى حسب نوع حب الشباب اللي هنا بنبدأ نشوف حب الشباب ونبدأ نعالجه على حسب حب الشباب اللي موجود. سواء إذا كان واخد زي ما شايفين نازل لتحت بيسموه الأيس بيك أو الرولينج أو البوكس سكار عامل زي البوكس، فكل واحد نوع الآثار اللي بدأت تظهر هيبدأ علاجها مختلف على حسب النوع اللي فيها. طيب انا هقف هنا عند المضاعفات، دي واحده من المضاعفات صح؟ دي واحده من المضاعفات. ايه احكي لي عن المضاعفات؟
احنا دلوقتي في نوعين رئيسيين مضاعفات، اما يتغير في اللون يعني بعد ما حب الشباب وعالجناه من مضاعفات ان لو انا مش عالجته كويس في الاول هيبدا يظهر لي لون بيسموها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، الاقي اثار حب الشباب موجوده عباره عن لون ونبدا نعالج اللون، ودوت طبعا بتحصل في البشره القمحيه اكتر زي عندنا في مصر، او كل ما البشره تغمق هيبقى اثار حب الشباب اللون بتاعها اصلا، او من ضمن الحاجه ان الشخص لما تطلع له حبايه بيبقى متضايق منها ويبدا يطلع الحبايه غصب عنها، فهيبدا يحصل الندبات زي الرسمه اللي كانت موجوده، ونبدا بقى خلاص احنا عالجنا حب الشباب وحب الشباب راح، بس انا ابدا اعالج اثار حب الشباب او الندبات اللي موجوده هتبقى المشكله اكبر بقى، انا خلاص معالج سبب المشكله اختفى، بس الاثار اللي انا عملتها او المضاعفات اللي انا عملتها بايدي هي اللي انا هقدر اقعد اعالج فيها بقى فتره طويله. المضاعفات ديت بتبقى يعني مرتبطه بالنوع ولا ممكن تحصل في اي شكل من الاشكال؟ يعني احنا قلنا مثلا في رؤوس بيضاء، في رؤوس تمام. سوداء، في كياس ممكن تتوجد فيها صديد تمام. هل المضاعفات تحصل اكتر مع شكل او اسوأ من دول؟ يعني انا المفروض ان انا الاول ان انا اعرف نوع حب الشباب دوت عندي اذا كان مايلد او مودريت او يعني حاجه درجه بسيطه او درجه متوسطه او درجه قويه. كل ما تكون الدرجة حب الشباب قوية، الدرجة المايلد اللي هي المتوسطة عندي أو القليلة عندي هيبقى فيها عبارة عن رؤوس بيضة أو رؤوس سمر، بدأ يحصل فيها بصورز ويحصل فيها عدد من التقيحات، لأن أنا دخلت في المدرت أو الدرجة المتوسطة. كل ما بقى سيفير ويحصل التقيحات تحت الجلد بطريقة كبيرة وأكياس تحت الجلد يبقى أنا دخلت في السيفير خلاص. كل ما طبعا كل ما دخلت في المرحله الاعمق فيها كل ما هتبدا المضاعفات تزيد وكل ما هتبدا المشاكل عندي تزيد. فانا كدكتور وظيفتي او الهدف بتاعي ان انا اخلي المريض بتاعي ما يخشيش في من مايلد لمودريت لسيفير، لا انا ابدا اقلل الدرجات لحد ما تبدا تختفي معي. طبعا كل ما العيان جاي لي بدري ومهتم بنفسه بدري انا اقدر اعالجه بدري. السؤال المهم، في عوامل خطر لازم نحطها في اعتبارنا تحيط بحب الشباب؟ طبعا يعني اهم عامل خطر هو التاريخ العائلي. لو دخل عليا بنت العياده وجايه تشتكي من حب شباب، انا عاده مش بمناظر عليها، بشوف الوالده اللي جنبها، الاخت اذا كان الوالد اللي موجود، لو شفت عنده حب شباب او عنده اثار حب شباب يبقى البنت دلوقتي في مرحله خطر عندي ان هيبدا الحب شباب اللي عندي دوت ممكن هيتنقل لمرحله ثانيه ليه اثار حب شباب. فانا هدفي دلوقتي ان انا مش اعالجها بس، ان انا امنع ظهور الندبات او اللون اللي ممكن يظهر في حب الشباب اللي بعد كده. التاريخ العائلي يلعب دور مهم جدا جدا, جداً. مش معناه ان لا، ده معناه ان التاريخ العائلي ان الناس عندهم بنام العائله عندها حب شباب، ده معناه ان البنت ممكن يظهر بنسبه كبيره، نسبه ظهور عندها نسبه كبيره، وبالذات العائلات اللي هي بشرتها دهنيه او بيسموها السيبوريه زايده عندهم او الافرازات الدهنيه زايده عندهم، فنسبه حدوث حب الشباب عندهم هتبقى نسبه عاليه جدا. هل اسم حب الشباب اسم دقيق، اسم واقعي؟ يعني هو ده الكومن او ده اللي متعرف عليه يعني. اصل بنشوف حالات ناس مش شباب بيكتب هو فعلا في نوع فعلا بيسموه ليت اونست، يعني مثلا واحده جايه لي في قريب في الاربعينات، انا يا دكتور مش ممكن ده حب شباب، لا انا هنا هبدا افكر بقى ليه فعلا ظهر، ومفروض بيظهر بنسبه كبيره جدا مع سن البلوغ، انما ليه يظهر في سن متاخر؟ هنا الهرمونات بتلعب دور جدا. لذلك انا بدات توجهت بقى بعدت عن حب الشباب، بدات اسال على طبيعه الهرمونات فيها، الدوره بتاعتنا اخبارها ايه، ببدا اعمل فحوصات للهرمون الذكوره، وهرمون الذكوره اللي بيشتغل على الشعر اخباره ايه. طيب يا ترى مثلا احنا دلوقتي بنعتبره دلوقتي من الحاجات اللي مثلا افرازات الدهنيه في الجسم اخبارها ايه، عشان خاطر ابدا افكر ده هرمون مش حب الشباب دوت ظهر، هرمون الديستربنس هو اللي عامل المشكله عندي. خلينا نروح بقى لسؤال الاهم في الكلام بتاعنا، الخطه العلاجيه، ايه طرق العلاج بتترسم ازاي؟ انا هرسم الخطه على حسب كل عيان قدامي. لو هو حاجه مايلد انا هبدا ادي حاجات موضعيه بس، حاجه تقشر الجلد، حاجات فيها سلسليك اسيد، حاجات فيها ريتينويد، بنزايل، حمض السلسليك، ريتينويد ده حاجه فيتامين بس حاجات موضعيه بقى، مش هديه حاجات سيستميك عشان اقشر الجلد تقشير خفيف. ودوت طبعا لو لقيت العيان اللي عندي بس عنده رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء. طيب لو دخلنا في مرحله مودريت او مرحله سيفير، لا انا هبدا بقى اشوف بقى في انفلاميشن، في بكتيريا موجوده، هبدا ادي المضادات الحيويه المختصه بحب الشباب. طيب لقيت بقى ان لا ده دخل في مرحله اقوى منها كمان، هبدا ادي حاجه عقار اسمه الايزوتونين. الايزوتونين ليه ومع عليه له وما عليه؟
بحيث ان هو دواء مهم جدا، بس لازم اكون عارف التركيبه بتاعته، امتى هستخدمه وامتى مش هستخدمه، ايه الفحوصات اللي استخدمها فيها، وايه اللي لازم اكون عارف الفحوصات، وايه السن اللي انا المفروض اديه بعدها، وهتابع ازاي العيان بتاعي. فده مهم جدا ان احنا نبقى ايه عارفين العقار وبنستخدمه ازاي، لانه بفاجئ ان صيدلي كتبه او حد كتبه، لا الايزوتنوين لازم اعمل فحوصات قبلها اللي هي وظائف كبد ونسبه الدهون اللي في الدم، الكوليسترول والترايجلسترايد، واعرف انه عنده مشكله بيعمل لي حاجه اسمها تيراتوجينستي. تيراتوجينستي اللي هو ممكن يعمل لي مشاكل مع الحمل، ممكن يعمل عيوب خلقيه في الطفل الجنين. تمام، الجنين. عشان كده الست ما ينفعش تاخده وهي داخله على حمل. اه طبعا، لو جات لي بنت ان هي هتتجوز قريب، بابانا حريص عارف ان انا هعمل الكورس بتاع العلاج بتاعي فتره كام، واخر حبايه او اخر كبسوله هتاخدها بعدها بشهر ممكن يبقى الجواز بتاعي، فانا بنقعد قاعده مع بعض بحيث ان احنا نعرف الجواز بتاعها امتى، والكورس بتاعي هيمشي امتى، وهبطل اخر حبايه امتى، ده بكل واضح جدا مع العلاج بتاعي. احيانا لا، انا خلاص اديت العلاج بتاعي سواء المضاد الحيوي او الايزوتونين واللي قدامي ما استجابتش، وفجأة ان لا ده من العلاج، كل القصه التغير الهرموني اللي احنا عمالين نتكلم عنه كل شويه هو سبب المشكله. فابدا اشوف بقى، افكر في الهرمونات اللي متلخبطه فين، واعمل لها فحوصات بتاعها كامله، وندي بقى حاجات زي موانع حمل او حاجات مضاده لهرمون الذكوره، الاقي العيان خفت جدا ومش مستجيبه على اي حاجه من الحاجات اللي قدامنا دي كلها. ومن ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنبدا نستخدمها فيها، ان انا هبدا اعمل حاجات موضعيه حد في العياده او في المركز بتاعنا، زي تقشير، صنفره، ليزر. الليزر انواعه كتيره في القصه هنا، سواء فراكشنال ليزر، كربون دايوكسيد، او اربيوم، ان انا ابدا اقشر البشره واطلع الحبوب اللي تحت الجلد فيها، فابدا انظف البشره. والتقشير باحماض الفواكه او التقشير البارد مهم جدا ان انا اعمل، بحيث انظف الخلايا اللي تحت البشره على طول وانا شغال. هو السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، الندبات، لان هو ده السؤال اللي يعني كتير من الناس حياتهم بتتوقف. في ناس بنات بتداري ده بالمكياج، الشباب مش عارف يداريه. تمام، احنا اتفقنا في الاول ان الندبات ديت لو انا منحت حدوثها من الاول طبعا ممتاز. انما لو خلاص وصلت ان اللي قدامي عنده ندبات سواء ولد او بنت، انا اول حاجه بقوله انت لعبت في وشك كتير، شلت الحبوب غصب عنها فبدات تحصل ندبات، او التاريخ العائلي كان عنده ندبات وما عالجناكش بدري عشان خاطر توصل للندبات. فانا ببدا اتعالج من الندبات على حسب النوع، يعني النوع اللي في الوسط اللي قدامنا ده بيسموه رولينج. الرولينج ان هو الندبه دي ملتصقه في الجلد من تحت، فلازم اشيل الالتصاق دوت، ان انا بآله خاصه ان انا ابدا اشيل الالتصاق اللي تحت دوت عشان ارفع الجلد تاني. لا، ده الندبات دي اتغويطه عن الجلد او نازله في الجلد، فلازم املى المكان دوت بماده، سواء بفيلر او بلازما او غيره، عشان ارفع الجلد اللي موجود، وابدا اعمل تسطيح للندبات اللي موجوده ده بالليزر، التقشير بالصنفره، عشان ابدا اشيل ده اللي موجود قدامي. الليزر هيفيدني بالحاجه جدا. جدا. بس الليزر مش اي حد يعرف يتعامل معاه، مش اي دكتور، مش اي طبعا، مش ده تخصص، يعتبر تخصص بناخد فيه دبلومه وماجستير وقصه، ولازم اكون في المعهد القومي الليزر واخد اجازه ان انا استخدم الليزر، مش اي حد هيبقى موجود يقدر يستخدم الليزر. يعني المعهد القومي الليزر ما بيديش اجازات للاجهزه بتاعه الليزر الا بعد معاينه المكان ودراسته دراسه عميقه طبعًا ودقيقه طبعًا جدا، وبيتاخر على فكره القرار بتاع اجازه الليزر لصالح ان المنشاه تكون مصممة تصميم جيد جدا للتعامل مع اجهزه الليزر. تمام. سؤال اللي برضو اللي احنا لازم نعرفه، وده سؤال امهات اكتر منه، يعني امهات عانوا من حب الشباب، فتيجي لك تجيب لك البنت قبل ما يحصلها حب الشباب، تقول لك هل ممكن نقيها من حب الشباب؟ طبعا. الوقايه من حب الشباب، سواء مثلا الام بقى عرفت ان عندها حب الشباب والبنت ممكن معرضه لحب الشباب، او عارفه ان بنتها بشرتها دهنيه، فانا هكتب غسول دايما ان انا اقشر البشره بيه، واخلي البشره دايما الدهنيه دي تقل الدهون اللي فيها، وبنصحها ان هي طبيعه اكلها يبقى اكلها صحي ما فيهوش زيوت او دهون، ولو طلعت حبايه مع بدايه دوره مع بدايه اي لخبطه في الهرمونات ما تلعبش في الحبايه ديت. دي اهم حاجه في الوقايه عندي، دي اهم حاجه. تمام. طب اللي جالهم حب الشباب عالجوه وتحسن، بس رجع لهم تاني فعالجوه، فخايفين من معاوده غزو حب الشباب لبشرتهم. تمام، نفس النصايح هنقولها برضو عن طريق الاكل وعن طريق ما العبش في وشي، وهستمر بعلاج موضعي خفيف، اخلي دايما البشره ما تتكونش عليها زيوت، ما اقفلش مسام البشره، اطلع الدهون اللي تحت الجلد دايما معايا، بحيث ان البشره دايما تبقى نقيه ومسام الجلد دايما مفتوحه، بحيث ان اي دهون متراكمه على الجلد ما تتراكمش وتقفل الدكت بتاع البيلوس بيشاس جلان، وتبدا تكون حب الشباب تاني. ده يعني اذا روتين لاي حد في عيله
او في تاريخه اصابه بحب الشيب. طب عندنا مشكله برضو في البنات اللي بتستخدم المكياج او كريم اساس وممكن كمان وهي ناسيه من شغلها وطبيعه الديلي الراحه وجايه طول اليوم وتخش بالمكياج وتنام بيه او الكريم الاساس وتنام بيه، لازم اغسله قبل ما انام عشان دايما المسام هتتقفل مني، فانا لما مع تكرار الايام هيبدا حب الشباب يتكون معايا. وحتى المكياج نفسه او الكريمات حب الشباب لازم ابص عليها واشوف المكون بتاعها ايه، وهلاقي مكتوب ليبلز موجود عليها نون كوميدوجينيك، يعني اللي انا هستخدمه دوت مش هيكون لي حب الشباب او مش هيبقى مضاد يزود لي حب الشباب الموجود عندي. في بنات بتحط الفاونديشن على وشها كتير، طبعا دوت من ضمن الحاجات اللي هتزود لي حب الشباب فيها، مجرد ان انا اقفل مسام الوش ومع فترات مع العمر هزود حب الشباب اللي موجود عندي. هما اساسا البنات بتستخدمها عشان تغطي شكل حب الشباب، اتريها هي بتبوظ الدنيا. طب ما نعمل فلتر وخلاص. لا هي راح مناسبه الفلتر ده في البيت قاعده بتصور. لا ده الفلاتر دي بتظلم يا عيني. تمام. هروح بقى لحاجه مهمه قوي، في حاجه شبيهه لحب الشباب؟ طبعا هو طبعا حب الشباب لانه موجود فممكن يكون تشخيصي لحب الشباب، بس في حاجات بتشبه حب الشباب. من اشهر الحاجات اللي بتشبه حاجه بيسموها اكني فورم، يعني حاجه شبيهه حب الشباب. واحد بياخد كورتيزون فتره طويله او واخد حقنه كورتيزون لاي سبب من الاسباب فبيبدا يظهر لي اسباب الموجوده عباره عن حاجه بتشبه حب الشباب، بس دايما مش هلاقي عنده اللي هو البرايمري ريجن بتاعته اللي هو الكوميدونز اللي هو بيسموها الايه الرؤوس البيضاء والرؤوس السمر، دي مش هلاقيها موجود، بس هلاقي باستيولز منتشره في الوش، هلاقي زي ما احنا شايفين على الشاشه قدامنا عباره عن حبوب حمراء منتشره في الصدر والظهر، ودوت بيشبه حب الشباب بس مختلف في العلاج بتاعه شويه. واهم حاجه في العلاج اللي عندي ان انا همنع الماده اللي هو بيستخدمها ديت. واحد جاله شويه وجع في العظم خدت حقنه كورتيزون، شويه حسيت في الصدر او دايما عندهم الحساسيه في الصدر بياخد حقنه او بياخد اللي هو الاستنشاق بتاع الكورتيزون، هيبدا يظهر حاجه عنده اسمها شبيه حب الشباب، او جات له حاله مرضيه اسمها كوشنج، او طلع الكورتيزون بزياده من ورم في الغده الكظريه. تمام. تطلع الاكل بتاعه بالشكل ده. تمام. هنروح لأسئلة سريعة مهمة جدا متعلقة بحب الشباب. يلا السؤال السريع الأول، هل حب الشباب معدي؟ طبعا ده من الحاجات اللي هي الميستيكس اللي موجودة والناس اللي بتعتقد ان حب الشباب وبدام واحدة زميلتي جالها حب الشباب انا هيجي لي حب الشباب. طبعا لا، احنا اتفقنا في الباسوجينيسيس بتاعته مختلف، ان دوت افراز زيادة في الهرمونات اللي موجودة او العرق او الدهون الزيادة اللي موجودة، فطبعا هو مش معدي. السؤال التاني ده مشهور قوي، يا رب تكون الاجابه لا. الشوكولاته تسيد من حب الشباب؟ الشوكولاته على حسب نوع البشره بتاعت العيانه، لو العيانه بتاعتها عندها سيبوريه زايده لا الشوكولاته واي حاجه فيها زيوت طياره موجوده لا هتزود حب الشباب الموجود. ماشي ناكل شوكولاته بس ما نكترش، احنا ناكل دارك شوكولات بس. دارك شوكولات هي لا ما دارك باكل دارك. تمام. يعني دارك شوكولات بعيد عن القصه بتاعتك. السؤال الثالث، ممكن اي بنت جالها حب الشباب تنزل تجيب دواء اللي اسمه الايزوتروتينوين؟ هو ده اللي مهم عندنا صراحه في يعني من اهم الحاجات في الحاله ديت. الايزوتروتينوين انا ليا سن معين بستخدمه، واخد ريكومنديشنز في الاف دي اي فوق 12 سنه. القصه مش في كده، القصه ان انا قبل ما استخدم الايزوتروتينوين لازم اعمل الفحوصات الخاصه بيه، واتفقنا ان انا لازم استعمل اعمل وظائف كبد واعمل كوليسترول وتراجل سترايت مره عشان اطمن ان ما عنديش مشكله فيه. ولو بستخدم الكورس بتاعي قبل ما يحصل زواج المفروض قبلها بشهر بالظبط بوقف اخر حبايه هاخدها، عشان مشكله مش على الام او على الزوجه لا المشكله على الطفل اللي موجود عندنا انه ممكن يحصل له تشوهات في الجنين. انت نورت وابدعت. اشكرك فيك. ونورت لنا حته مخيفه حب الشباب، حته مقلقه، والمقلق فيها انه بيحصل في سن متاخر ليت اونست، فالواحد بيخاف برضه يعني. المخيف في حب الشباب انه حاله علاجها سهل ميسر عند الخبراء عند دكاتره، يعني احنا مش بنتكلم على حاله صعبه ولا معقده، مش سورايسز ولا صدفيه ولا فيتيلو، لا ده حاجه سهله ومضمون النجاح العلاجي فيها بنسبه ان شاء الله 100%. الكارثه في انكم حضراتكم تتحولوا الى ناصحين واطباء، تلبسوا البلطو الابيض وتبداوا تقولوا للغيركم نصايح، اما من خلال المنيله على عينها وسائل التواصل الاجتماعي الله يسامحها، او من خلال الدايركت ان انت قاعد بتقول لصاحبك، انت قاعده بتقولي صاحبتك، جروب عاملين اصدقاء مع بعض بتنقلوا الخبرات،
وتنقله عدوى ومشاكل صحيه عديده في الجلد وفي غيره. الجلد طبعا هو الحيطه المايله بتاعه النصايح، وكل الناس يعني بتفتي في الجلد، فالله يكون في عونكم في الجلد بصراحه يعني. نورت وشرفت. انا سعيد بوجودي مع حضرتك دايما. ده انا اللي بسعد بهذا الحوار الممتع العلمي. النهارده اتكلمنا بالتفصيل عن واحده من اهم واشع الامراض الجلديه. حب الشباب ضيفي العزيز واحد من الاسماء البارزه في عالم الجلد على مستوى مصر، طبعا الوطن العربي، دكتور الاستاذ الدكتور خالد محمد غريب، استاذ مساعد الامراض الجلديه بكليه الطب جامعه الزقازيق، عضو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه والجمعيه الاوروبيه للامراض الجلديه والتناسليه، والعضو المنظم باكاديميه الدي ام سي، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه في الدكتور. شكرا يا فندم، نورتني. صحيفة ديلي ميل البريطانية رصدت في أحد تقاريرها 6 خرافات شائعة عن آلام الظهر، أولها أن الانزلاق الغضروفي يعني أن فقرة من العمود الفقري اتحركت من مكانها، الثانية أن العمود الفقري يصاب بسهولة، والحقيقة أن العناية والمحافظة وتجنب أسباب الإصابة تمنع الإصابة. الخرافة الثالثة أن آلام الظهر غير شائعة، والحقيقة أنها شائعة جداً. 80% من الناس بيعانوا من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم. الرابعة أنه ألم الظهر يحدث بسبب الشيخوخة، والحقيقة أن الإصابة في الظهر ممكن تحصل في أي عمر. الخامسة أن الراحة هي الأفضل للعمود الفقري، والحقيقة أنه في حالة عدم الإصابة في التمرين المعتدل ضروري جداً لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرنته. الخرافة السادسة أنه مسكنات الألم تعالج آلام الظهر، والصحيح هو اللجوء للطبيب مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر للحصول على تشخيص سليم واختيار الخطة العلاجية حسب درجة الإصابة. أهلا بكم، أحكي لكم حكاية. الحكاية خاصة بالفنانة الراحلة الله يرحمها الفنانة الكبيرة سعاد حسني. دايماً بلاحظ ان الناس اللي بتهتم بدراسه حياه فنان بيركزوا قوي في الجزء الاخير من حياه سعاد حسني، اللي هو الجزء المتعلق بحادثه وفاتها. انا بعتقد انه الاهم والاولى بالدراسه هو الجزء الذي تسبب في اعتزال سعاد حسني للفن. الجزء ده مهم قوي، جزء الحاله الصحيه، جزء الحاله البدنيه. سعاد حسني تعرضت إلى مشكلة صحية مهمة جدا وخطيرة جدا أثرت على مشوارها بشكل كبير. هي وقعت وهي في بداية أو في شبابها، وقعت على السلم وحصل لها مشكلة ما في العمود الفقري، وظلت تعاني من مشكلات في العمود الفقري وآلام فترات طويلة لغاية آخر فيلم. والحقيقة واضح أن العظم بتاعها كان فيه مشكلات تانية، لأنه كمان كان عندها مشكلات في أسنانها، كالسيوم في العظم بالإضافة لآلام العمود الفقري كان شيء واضح جدا جدا، كان عندها مشكلات كبيرة جدا في أسنانها، لدرجة إن في فيلم قبل فيلم الراعي والنساء اسمه الدرجة الثالثة عملته مع الراحل الرائع الله يرحمه أحمد زكي، ما كانتش بتنطق الكلام بشكل واضح نتيجة إن السنان فيها مشكلة. وكان باين جدا على فكرة الأطباء المحترفين إنها كانت بتشتغل في الراعي والنساء تحت تأثير مضادات الألام أو مسكنات الألام، لأن مشاكل عمود الفقري في الفيلم ده كانت بتعيق حركتها بشكل كبير، وكان بدأ وزنها كمان يزيد. في الآخر هي قدرت إنها تسافر بعد الفيلم، بعد الفيلم الأخير ليها، وعملت عملية، والعملية على فكرة نجحت، لكن وزنها الزايد ربما كان مخليها برضو عايشة تحت وطأة مسكنات الألم، نتيجة أنه ما زال هناك بعض المشكلات في باقي العمود الفقري بدأت تتضح في أواخر حياتها الله يرحمها. لكن خلي بالكم أنه دايماً الفكرة في دراسة
جزء من حياة المشاهير إن أنت تدرس الحالة الصحية بتاعتهم وتشوف الحالة الصحية دي تم التعامل معها إزاي. ده الفايدة في الثقافة حوالين الموضوع ده، وده اللي أنا بحاول أنقله لكم، إنه أكيد الحالة الصحية لو في منظومة بتراعي النجوم ما كانتش سعاد حسني انعزلت وزنها زاد وعانت من مشكلات صحية كتيرة في الغربة. طبعا يعني الله يرحمه الأستاذ سمير صبري، الله يرحمه ويحسن إليه، كان من الناس اللي بتسأل عليها، وطبعا الناس اللي كانت بتهتم بيها قليلين جدا في الوقت ده، لكن كان لازم يكون في منظومات طبية محترفة تهتم بالنجوم، تهتم عموما بأي حد في حالته الصحية بالشكل ده. النهاردة هنتكلم على تطور مشاكل العمود الفقري اللي ممكن مسكنات الألم تكون هي القاتل الحقيقي، أو بمعنى آخر حد بيقدم لي يد العون في صورة أنه بيسكن لي الألم، لكن في الواقع هو ممكن يعمل لي مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه بيأخر العلاج الحقيقي. بالإضافة كده هو طبعا له أضرار كثيرة أنتوا فاهمينها، لكن هو شر لابد منه مسكن الألم، لكن لازم تبقى فاهم أنه هذا المسكن الألم له وقت محدد ينبغي أن أقف بعده عشان أدور على العلاج الحقيقي. ضيفي العزيز هو الذي سيحدثنا عن العلاج الحقيقي لمشاكل العمود الفقري. طبعا ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب ومشاكل العمود الفقري، جراحات العمود الفقري بكلية الطب بجامعة القاهرة. ازاي يميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمن وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منور الدكتور. أهلا بك دكتور عمر، ربنا يخليك. مفيش حد ما بيحب سعاد حسني، كل الناس بتحب سعاد حسني، فأنا عايز أبدأ بالحتة دي، حتة آلام العمود الفقري. كتير من الناس مش عارفة أنه من الأسباب الرئيسية اللي أثرت على سعاد حسني في أواخر حياتها هي آلام العمود الفقري، آلام الظهر. دي حقيقة. دي حقيقة. هو الألم كألم بالذات بيدخل الإنسان في اكتئاب. يعني الواحد لما يبقى عنده ألم مزمن، يعني أولا كلمة ألم مزمن يعني إيه؟ ألم مزمن الألم بيقسموها نوعين، في ألم حاد اللي هو مثلا أنا دلوقتي وقعت اتخبطت حصل ألم دلوقتي، ده اسمه ألم حاد. بمارس رياضة بقالي أسبوع اتنين بدأ يحصل ألم، ده اسمه ألم حاد. لكن لو أنا كنت بمارس الرياضة من سنتين والنهاردة بدأ يجيلي ألام بقى، والألام كانت موجودة معايا وبتزيد، بقت ألام مزمنة. في ناس بطبيعتهم بيبقوا حركتهم كتيره ورياضيين، زي المرحومه سعاد حسني زمان كانت بتلعب وتتنطط وترقص وبتاع وكلام من العمود الفقري كان بيعاني في وقت من الاوقات، بس كانت الموضوع ماشي. جه عامل بقى كمان دخل في الموضوع، اللي هو بدات يحصل نوع من الاكتئاب، نوع من المشاكل، نوع من الحزن، دي حاجه ممكن تبقى بره الموضوع خالص. ادت الى ان الوزن بدا يزيد، بناكل ما الاكتئاب بيزود في الاكل وبيقلل من الخروج. انا كنت كل يوم بخرج وبسهر وبتنطط وبحرق، ما عادش بعمل كده. طيب بدا يحصل فيه الم، بدات اخد علاجات. فساعات في ناس بتحصل ايه، يعني في بدايه العلاج الالام اللي هي بتبقى شديده جدا، ممكن واحد ينصحك بحقنه من حقن الكورتيزون، وده علاج، وعلاج ما فيش منه مشكله، هو بيحرك بس علاج في فتره معينه وتحت اشراف طبي. يعني ما فيش فيه هزار يعني. وفي علاجات بتدخل تحت بند المخدر اللي هي عشان اقلل الالم،
لمرحله معينه اعدي المرحله الحاده دي. في ناس بتستحلى الموضوع بقى، يعني هو لقى ان الابره دي كل شويه بياخدها بيتحسن فبياخدها من نفسه، فبتبقى حضرتك تبدا تدخل في دايره ثالثه اللي هي ايه، ده اكتئاب وزن زياده، دخلنا في مضاعفات بعض العلاجات زي هشاشه العظام، بدا العظم يضعف، العظم لما بدا يضعف خلاص التحميل بتاعه ما عادش بيشيل، فبتبقى حضرتك بدات الالام اللي كانت ضعيفه بقت الام مزمنه، بدل ما كان الم في ظهري بقى في فخدي بقى في رجليا بقى بيسمع لحد كعب رجليا وصبعي، بدل ما كان في رقبتي بقى في كتافي بقى في دراعاتي بقى في صوابعي، وممكن كان في ناحيه واحده لا في الناحيتين، ده كان بيجي لي مع الشغل دلوقتي بيجي لي وانا قاعد او وانا قاعده، والواحده بتشتكي تقول لك لما بقعد بدايه الالم، مع ان العادي بتاعنا في المجهود بنعمل مجهود كتاب يقول لك طب اقعد واستريح، القعده كانت بتسوي الراحه، طب لما القعده تبقى تعب يبقى عندك خلل في قوة واستقرار العمود الفقري. العمود الفقري بطبيعته هو عبارة عن وحدات عظمية اللي بنسميها الفقرات، ثم ما بينها في النص كده ما يسمى القرص الغضروفي، ده ماشي معانا من أول الرقبة من بداية الفقرة الثانية لحد آخر القطنية، الفقرة الخامسة في القطنية مع بداية الأولى العجزية. القرص الغضروفي موجود مع الفقرات والدنيا جميلة، الألم بتاعنا قليل جدا وبنتحرك وبتاع، يحصل ألم حاد نتيجة لشلت شيلة تقيلة، اتلوحت وقعت اتخبطت، هياخد وقت ويعدي، ممكن استعين ببعض العلاجات المسكنة ومضادات الالتهاب. هو الناس دايما بتخلط يقولك هو مضاد الالتهاب ده علاج، ايوه علاج، لان جزء ساعات من المرض ان لما الغضروف بيكبر ويضغط بيفرز مواد حواليه بتسبب الالتهاب، يعني في مادة كده جنب زي مثلا هنفترض افتراض بعيد شوية، واحد دخلت في ايديه مثلا ابرة او شوكة، هو الشوكة في حد ذاتها هي عملت إصابة، لكن بتبقى الإصابة الأكبر من الدمج والتلف اللي حصل حواليها، يبدأ يحصل التهاب حواليها، يحصل إفراز مواد معينة زي كاينينز والحاجات دي كلها، الحاجات دي هي بتبقى مسببات الألم بقى زيادة. فمضادات الالتهاب بتبقى لها دور مهم جدا في العلاج. في ناس كتيرة جدا بتتوه قوي مع كلمة، لما بيقرأ دايما على العلب بتاعت الأدوية اللي هي بتعالج العمود الفقري يقول لك مضاد للالتهاب، يقول لك يا باشا ده مضاد للالتهاب، أيوة ما مضاد للالتهاب ده جزء من العلاج مش مسكن بس، هو جزء من العلاج إن أنا أقفل الدايرة أو أقطع الدايرة اللي هي بتاعت الإفراز لمادة معينة. طبعا الجهاز العصبي ده جميل جدا، ربنا حميه جوه عظم، والعظم ده قوي، والعظم معمول بشكل خرافي إن يسمح بالحماية ويسمح بالحركة، يعني مش كأنها ماسورة زي ماسورة المية ولا ماسورة صرف صحي خالص، هي وحدات تحتوي بداخلها على قناة بنسميها قناة العصبية، والوحدات زي ما احنا شايفين كده ربنا خلق لها مفصلات، شايف المفصلة ازاي؟ سبحان الخالق العظيم، يعني الله. مفصلة حاجة يعني التفصيل بتاعتها وهمية، والإنسان مهما عمل برضه مش هيقدر يوصل أبدا لقرب حتى. احنا دايما مشكلتنا حتى في الطب النهاردة احنا بنحاول نحاكي في الحلول الطبيعي ده وما بنعرفش، ما قدرناش نوصل لده، يعني احنا لو قدرنا نوصل ان انا اقدر اعمل مفصل داخلي جوه الفقره يساعد على قوتها وارتكازها وحركتها انا حليت كل المشاكل بتاعتي، لكن سبحان الله طبعا العلم مهما وصل ففي نقص يعني، لكن الناس بتحاول، يعني دايما الناس بتحاول. هنا بتبقى المشكله بقى في ايه؟ العمود الفقري بدا يتعب وشايل حمل زياده، المعادله هنا بتختل ما بين وزن ها وقوه، وكمان ضيف عليهم طبيعة عمل. طب لما تبقى واحدة ست بدأت تدخل في هشاشة عظام أو بتعاني من مرض زي السكر أو ارتفاع ضغط الدم وبتاخد علاجات كتيرة لضغط الدم أو بتاخد علاجات للسيولة، وعلاجات السيولة كلها بتعمل هشاشة، وقدر حضرتك الحاجات دي كلها والعمود الفقري تعبان والوزن زيادة وبتشتكي بقى من ألم مزمن، تعمل معاه إيه؟ عشان الدايرة دي تخلص منها يبقى لازم أول حاجة انقاص الوزن. انقاص الوزن عندنا مش سهل، اكبر حضرتك ليه؟ حتى بالانظمه الغذائيه في ناس ما عندهاش المقدره على الالتزام بيها، وساعات بيبقى الانظمه الغذائيه مكلفه، يعني واخد بالك، يعني لازم تاكل في مواعيد معينه بشكل معين بجرعات معينه واكل معين، في ناس الموضوع ده مش هيظبط معاها قوي. طيب في ناس لما بنفشل معاها في الانظمه الغذائيه وجسمها غير قابل للانزال بنقول له توجه الى تدخل جراحي لعمل حاجه ان انا انقص وزن، وده عمليات ناجحه وبيجيب نتائج هائله جدا. يعني ساعات بيجي لي مريض عنده مشكله انزلاق غضروف كبير جدا وما اقولوش تعالى ما اعمل لك عمليه، لا حل مشكله الوزن الاول. لان لما كنا بنعمل عمليه في الوزن الاوفر زياده
طب ما هو بعد العمليه يقول لك انا لسه تعبان. هو مش هيتقبل ان انا حليت له مشكله ان انا بعدت عنه المشكله بتاعه الايه، الضغط على العصب ممكن يعمل ضمور في العصب، يعمل اصابه في العصب، المضاعفات يعمل تلف في العصب، ممكن كان يدخل في شلل في رجليه. مش قصه، هو كان ماشي قبل العمليه. هو البعد بتاع المضاعفات دي بما انها ما حصلتش فكانها ما كانتش هتحصل، لا هي كانت هتحصل. ولان احنا دايما في العياده او في شغلنا او في المستشفيات بنشوف المريض في كل مراحله، بشوف مريض لسه بادئ الالم معاه النهارده، وبشوف مريض تاني بعد منه على طول كان معاه الالم بقى له 10 سنين، وبشوف مريض تالت بعد شويه كان عنده المضاعفات بدات تحصل. الصوره بالنسبه لي بتبقى كامله. لما اجي بنصح المريض بتاعي اللي لسه جاي دلوقتي بقول له اوعك تستنى لما نحصل المريض رقم 3، هو مش في دماغه ده بقى خالص ولا فارق معاه، هو ده المفروض شويه وجع ويخلصوا. يعني لما تيجي تقول له الغضاريف دي ممكن تؤدي الى انك تقعد على كرسي بعجله او ما تتحركش، ازاي يعني ما انا ماشي على رجلي؟ ما عندناش دايما الرؤيه بتاعه الايه، ان في خطر جاي ولازم اتلافاه او احل المشكله. نستنى بقى وقت القضاء يحلها ربنا، وقت ما يحصل مشكله اكيد هنلاقي حل، وده طبعا مش حقيقي. واللي هو بقى فلا الله ولا فلك يا دكتور، وما ما تفولش علينا ما تقولش الكلام ده بقى دكتور. الجمل يعني الجمل اللي هي يعني جميله وشعبيه وكل حاجه، لكن الهدف منها او مقصدها يعني ما مقصدها في الاخر والنتيجه في الاخر كارثيه. لانك انت النهارده ساعات بنقول طب ما تيجي ندور ده الكارثه انت بتقابلها في ايه، طب ما تيجي نعمل اشعه نشوف. يقول لك طب يا دكتور انت شاكك في ايه؟ طيب انا شاكك ان ممكن يبقى غضروف. يا دكتور ما تقولش الكلام ده، هو في غضروف بيجي وانا شايفه وانا مش هعمل اشياء عشان ما يطلعش حاجه، ويسيبك ويمشي. في الاخر انا عندي مشكله. طيب المشكله لما نروح للدكتور لازم يشخص. التشخيص بيجي من 3 حاجات، حاجه اسمها الاعراض اللي هي الشكوى، ثم الاعراض، ثم الابحاث اقدر اشخص اللي هي اقدر اسمع الكومبلين بتاع العيان بتاعي ده، انا شكوتي كذا كذا كذا، ده الرجل اليمين ويسمع في الفخذ في الهنش من ورا ينزل على رجليا ويضرب في صوابع رجلي، لا ده الرجلتين بيوجعوني، لا ده بيسمع هنا وبيحزمني، لا ده بيجي من رقبتي بكتافي وبيعمل لي زي الحزام وبيقفل نفسي، ده بيعمل لي دوخه او دوار. كل عرض من دول بيؤدي الجزء في الخطوه الثانيه بقى اللي هو ايه، التشخيص بتاعي. اشخص بعد ما افحص المريض بتاعي واشوف القوه العضليه والاستجابه العصبيه، واطلب بعد شويه شويه ابحاث. انا محتاج اشعه عاديه، اشعه مقطعيه، اشعه رنين مغناطيسي، رسم اعصاب، رسم عضلات، يبان لي عملت اشعه رنين مغناطيسي، يبان لي منظر زي اللي قدامنا ده اللي عليه السهم الاحمر ده، هو ده بيقول لك انا لسه الالم ده جاي لي بقالي اسبوعين. ابص على الاشعه دي اقول له لا ده انت مشكله العمود الفقري بقالك 5-6 سنين، الغضروف خارج بره وحصل بدا يحصل تاكل في جسم الفقره، وفي غضروف تاني فوقيه وغضروف تالت فوقيه، مع ضيق في القناه العصبيه، مع ضغط على العصب والحبل الشوكي. طب الكلام ده ما بيحصلش في يوم وليله. يقول لك ايوه ما انا لسه الالام جايه لي ويحرف ميت يمين، ده انا بقى لي شهر. اوكي ترجع بقى في لما ترجع، طب كان زمان بيجي لك، ايوه ده من 10 سنين كان بيجي لي وجع وكان بيروح بشويه مسكنات. اوكي احنا بنحترم الشكوى جدا. النهارده النتيجه ايه؟ ان انا عندي ضغط على العصب وفي اختناق في القناه العصبيه. انت بتخرج من عند الدكتور طالب الحل، انت كل كلمه التشخيص والكلام ده كله لا تعني المريض كتير، يعني هو عايز حل. ودايما المريض يعني لو هو برضو يعني لسه في بدايته وكده مش فاهم الموضوع كويس بيدور على الحلول السهله، هو عايز يعمل حاجه معينه يخف بعد يوم اتنين، هو بيديك فرصه يوم اتنين تلاته تحلله مشكلته. وده مش وارد بقى لما يبقى المشكله بقالها سنين، ما العلاج هياخد شهور على الاقل. اخد بال حضرتك؟ وساعات ما بنقدرش نوصل لعلاج دوائي، ساعات نحتاج تدخل جراحي. يعني لما تلاقي هنا اهو غضروف 2-3-4-5 5 غضاريف في العمود الفقري، وضغطين على العصب، وضغطين على الضفيره العصبيه اللي تحت اللي هي منطقه ما يسمى ديل الحصان بتاعه الكدع كوينا بتاعتنا، وبدا المريض يشتكي بقى كمان بقى. شوف غير الالم غير التنميل، لا في صعوبه في الحركه، بجرجر في رجلي، بجر في رجلي، رجلي كأن فيها شوار رمل بحركه. لا ده اللي بعد كده بقى، ده البول بدأ يبقى فيه صعوبة، ده أنا البول بيسيب مني، ده أنا مش قادر أتحكم في الإخراج بتاعي. واخد بال حضرتك؟ الأعراض دي كلها لما نيجي نبص عليها ونربطها بقى بالموضوع نبدأ نشوف السيفيريتي بقى وشدة المرض بتاعه والألم. واخد بال حضرتك؟ لما نلاقي بقى في ضيق واختناق شديد جدا وضغط على العصب وغضروف منفجر او فقرات تآكل الغضروف بدأت تتحرك وتسيب، يبقى هنا الحلول دايما حلول جراحية اذا امكن،
واذا امكن دي مهمه جدا. ليه؟ ممكن يبقى المريض له حل جراحي بس ما ينفعش اعمله له. يعني مريض لما يبقى عنده هشاشه متقدمه او واحده ست عندها هشاشه متقدمه او وزن زياده جدا، يعني بعد ما صلح العمود الفقري العمود الفقري برضه هيفشل انه يتحمله، ما انا ما تعملش ده بقى. يعني للاسف في بعض الدكاتره بيبقى مندفع يعمل عمليه، واخد بال حضرتك؟ هي عمليه صح بس هي الحسبه، بص للعيان بتاعك بعد كده، هل العيان ده هيبقى من النوع الطيع الجميل السهل اللي هو هيسمع كلامك خس هتخس، ولا والسيتويشن بتاعه الوضعيه الفسيولوجيه بتاعته هل ستستفيد من هذه العمليه استفاده كامله جميل، ولا جسمه بيولوجيا في خلالات اخرى تمنع الاستفاده الكامله؟ عندك بقى هشاشه متقدمه بالظبط، او عندك سكر غير منضبط تعمل السكر تراكمي تلاقيه 9 و10 و11 و12 هيحصل التهابات عنيفه هيحصل التهابات والجسم مش هيتقبل العمليه، لازم نظبط الهشاشه ويحصل بعد شويه تليفات ويحصل مش عارف ايه. يعني احنا مش الموضوع مش كلمه ونص، يعني ما بيتحلش في راي واحد، لا ده الموضوع بيبقى له جوانب كتيره جدا، والجوانب دي لما نقعد نجمعها مع بعض هنلاقي. يعني بص في الاشعه دي ده مريض جاي بيشتكي من عنده صعوبه في الحركه، القعده بتتعبه والوقفه اكتر حاجه بتتعبه لما يجي يوطي ويصلي، عملنا الاشعه لقينا الفقره الرابعه والخامسه الغضروف متاكل تماما وحصل ده اسمه انزلاق فقاري، يعني مش الانزلاق ده اصعب بقى من الانزلاق الغضروفي، انزلاق فقاري يعني الفقره اتحركت وسايبه خالص في ظهره. يقول لك حتى انا بسمع بالطقطقه بتاعتها وانا بتحرك، انا بسمع لما باجي وما يريحوش لما انام على ظهري. طب القعده بتريحك؟ لا ما بتريحنيش. الوقفه بموت من الوقفه لو وقفت اكتر من ربع ساعه. وتسمع هذه الشكوى من سيدات البيت بقى، ست البيت تقول لك انا مجرد ما بقف في المطبخ اغسل شويه اطباق او اطبخ ولا اعمل حاجه غصب عني لازم اجري عشان اقعد او افرد ظهري. ليه؟ الفقره مع الوزن تبدا تنزلق للامام، لان هي وضع الفقره في الطبيعي ربنا خلقها مع وضع الحوض وزاويه الانكلينيشن والميل بتاع الحوض، انها ساقطه هي عايزه تقع. الفقر اللي ماسكها الاربطه والمفاصل بتاعه العمود الفقري. طيب لو هي المفاصل دي تاكلت او حصل فيها شرخ او تاكل الغضروف، ما هي اوتوماتيك هتبدا تسحب على تحت. لما بتقع بثقه للفقره هتبقى الشد على ايه؟ على العصب اللي خارج وعلى العضله والاربطه اللي في الخلف. تلاقي دايما الشكوى هنا، لان شكوى المريض بتبقى في واحده ساعات اقوى من الثانيه شويه. لو شكوى الرجل اكتر من شكوى الظهر يبقى انا بتكلم على غضروف وعصب. لو شكوى الظهر اكتر من شكوى الرجل يبقى بتكلم على ثبات العمود الفقري. يعني دايما اول ما المريض يقول لي بص انا مشكلتي كلها في ظهري، تعرف ان في تزحزح فقري، يبقى الفقره هنا مشروخه منقوله متاكله، حصل هذا الكلام. طيب دايما كلمة تزحزح فقاري تساوي كلمة تانية اسمها تثبيت فقرات. تثبيت الفقرات دي له طرق كتيرة جدا، بس هي الفكرة بتاعتها انك بتعمل حاجة تقوي العمود الفقري، اربط الفقرات ببعضها، فقرة في التانية، ثلاث فقرات في بعض، خمس فقرات مع بعض، بحيث ان انا ايه امسك العمود الفقري. طيب الحركة بقى بتاعت العمود الفقري، في تثبيت ما ينفعش بعدها اتحرك، وفي تثبيت هبدا ممكن يديني مجال للحركه، واخد بال حضرتك؟ بس في الاول وفي الاخر كله هو ايه؟ تثبيت فقرات. طب في ناس بتدخل بقى في حسبه كبيره جدا، هو التثبيت ده يعني ايه؟ طب ما في كان في زمان حاجه اسمها شرايح والمسامير، النهارده بقى في تطور، بقى في حاجه اسمها الدعامات والمسامير اللي هي لها رؤوس متحركه وبتاع، تدي مجال حتى في ظبطه العمليه وانا شغال اقدر اظبط الزوايا بتاعتي كويس بتاعت العمود الفقري عشان اريح العصب. الكلام ده كده مهم. الناس فاهمة انك في العملية انت هتركب لهم رمان بلي بقى، يعني واخد بالك ان يرجع في ناس بعد العملية بنعمل عملية زي كده وتثبيت للعيبة بيلعبوا كورة، رياضيين بيمارسوا حياتهم، ناس بتشتغل، واحد بيسوق عربية، عملية ده اسمه تثبيت فقرات، واخد بال حضرتك؟ التكنولوجي حلت مشاكل كتيرة جدا. الجراحة النهاردة ما عندناش بنستخدم جراحات عادية، اسمها معظمها جراحات يا اما جراحات تداخلية محدودة او جراحات بالمناظير او جراحات بالميكروسكوب الجراحي. بتتوقف على لو انا بشتغل على فقره والثانيه انا ممكن اعملها بالمناظير. طيب لما يبقوا ثلاث اربع فقرات والفقرات سايبه ومحتاجه ادخل من هنا ومن هنا ومن هنا، لو عملت مناظير ممكن اعمل 8 فتحات 10 فتحات 15 فتحات، كل فتحه سنتي ونص. ها ما في حل تاني ساعات نعمل جراحه ميكروسكوبيه بفتحه واحده في النص كده اعرف اوصل للناحيتين، لكن مناظير ما اجيبش الناحيتين مع بعض، واخد بال حضرتك؟ وهنا بيتم عملية التثبيت، والتثبيت هي النهاردة
الحقيقة بقى يعني ده من الواقع اللي هو الموجود دلوقتي بقى لنا أكتر من 10 سنين أو 15 سنة في العالم كله. ما فيش حاجة اسمها أن أنا بستأصل الغضروف فقط. أستأصل الغضروف فقط بعد شوية المشاكل جاية، لأن الناس بتتحرك وبتشتغل وبتمشي والعمود الفقري ما عادش بالقوة والقوة العضلية بقت ضعيفة أو الوزن زيادة. فلو أنا سبت العمود الفقري من غير ما أعمل له حاجة تثبته، شايف اللي موجود دلوقتي ده ما بين الفقرات ده بنسميه قفص، واخد بال حضرتك، بيسموه بنانا كيج، عامل زي الموزة كده يدخل ما بين الفقرات وبعضها بحيث إن هو يعمل إيه؟ يخلي دايما الفقرات على حالة البعد. لازم أبعد الفقرات عن بعض، لأنها لو طبقت على بعض أنا عندي مشكلة، بتقفل على العصب لأن مخرج العصب من وراء الفقرة. نمرة واحد ده بنسميه كده باللغة الإنجليزية سبيسر، مبعد أو بيدي مسافة، اللي بيخلق المسافة. السبيسر ده مهم جدا إن أنا أحافظ على ده. ده ممكن نعمله أو ما نعملوش، ممكن أستعيد عنه إن أنا لما بثبت التثبيت اللي هو الخلفي من ورا اللي هي المسامير وبتاع، وفي نفس الوقت بيحصل نوع من الالتئام، لان احنا بنستعيد عن السبيسر ده في بعض الحالات، واخد بال حضرتك، لان ده برضو له مشاكله. يعني كان في وقت من الاوقات كان طالع كده زي طفره كده في الشغل، طلع له مشاكل، واخد بال حضرتك. يعني حتى الناس كان دايما يقول لك ده بيركب من البطن من قدام ولا بيركب من ورا، كانت قصه كبيره كده. وفي عمليات يعني كان فيه، انت عارف كويس ان الطب ساعات بيبقى فيه زي موضه كده وبتبقى نوع من التجارب، يعني بنجرب ان احنا نعمل العمليه دي اكتر مثلا من البطن بالامام بالمناظير، ودي كانت المانيا من الجراحات المتقدمه جدا هناك، بس ده عمليه كبيره انك تدخل من البطن علشان وما تقدرش تشيل الضغط اللي ورا والخلفي، فكان يعمل ده من قدام ويرجع بعد شويه يفتح من ورا تاني، واخد بال حضرتك. مشكله السبيسرز ده ان كان ممكن يتحرك ويضغط على العصب وممكن يقطع العصب، وحصلت في حالات كتيره جدا. عشان كده هم دلوقتي هناك ما عادوش بيعملوه، يعني هناك ما عادوش بقى بيستعيدوا عن ده بحاجات تانية، واخد بال حضرتك. لسه بيستخدم في بعض المراكز بيستخدم، وطوروا بقى الحاجات تانية، بدل ما هو يبقى عامل زي البنانة كده بدأ يبقى عامل زي القرص، ان انا املى الفراغ ده كله بحاجة زي القرص وتثبت كمان بشرائح مسامير من الامام ومن الاجناب عشان ما تتحركش وتقطع بقى. عملية كبيرة، لان انا من الامام انا عندي مشكلتين، عندي مشكلة الشريان الاورطة قدامي، واول ما يجي ينزل على الحوض بيتفرع على الشرايين اللي بتغذي الرجلين كله من تحت، مش كده؟ طيب، وجنبي بقى الاخطر منه الانفيرو فينا كيفا اللي هو الوريد، جبتين خطرين ده اخطر. لا، الشريان لو قوي. انت في عمليه والشريان اتقطع تقدر تخيطه، لكن لان في مصل الوول بتاعه ماسكولر ويعمل سبازم معاك وتقدر تجيبه، لكن الوريد لما تيجي تاخد فيه غرزه بيهرب منك، بيهرب ده بيفتح يوسع. وده حصلت بقى وفيات كتيره جدا من هذه العمليات، انك الوريد حصل فيه اصابه. ضيف العزيز القيمه الاعلاميه الكبيره استاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروف، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره. وجودك معنا دائما شرف كبير لينا. شرف لي يا دكتور ايمن، نورت لك. تسلم. خليكوا دايما مع الدكتور. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا واللقاء مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، لكن خليني احكي لكم قصه انا متاكد ان ضيفي العزيز نفسه يمكن ما سمعش عنها قبل كده. قصه مثيره جدا عشان توريكم قد ايه طقم الاسنان ده شيء يعني مزعج، وانه اكيد الزراعه هي القمه الان في عالم طب الاسنان. سنه 1960 كان يا مكان زمان، وانس ابون ذا تايم، في نادي اسمه ايبلتوفت قابل نادي تاني اسمه نورجير. انا ما اعرفش الاثنين دول عنهم اي حاجه خالص غير انهم موجودين في الدنمارك. المباراه دي ذاكره الكوره العالميه احتفظت بيها لسبب بسيط جدا. ايبلتوفت ده نادي محلي كان متاخر قبل ثواني من نهايه المباراه، والنتيجه 4-3، خلاص الوقت الاصلي خلص، الوقت الضايع كمان خلص،
وكانت المقابلة في طريقها للنهاية. الحكم اسمه هينينج إيركستراب. الحكم ده كان مستعد ان هو خلاص هيصفر، هو ده الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة. الحكم رفع الصفارة وخلاص الوقت باص في ساعته وتمام التمام، وبدأ يفكر انه يصفر. في اللحظة دي، في لحظة انه هيفكر يصفر، طقم سنانه وقع. هو بيجري، طقم سنانه تحرك من مكانه ووقع. لما وقع هو معرفش يجيبه، وفي نفس الوقت ال جاي يصفر، فمش عارف الصفارة ما اشتغلتش، لان طقم السنان يبدو انه لما وقع ربكه قوي وما قدرش يصفر بشكل كويس. كان في ساعتها هجمة، الوقت المفروض ينتهي خلاص، فات كذا ثانية، بدأ نص دقيقة تكمل، وفي هجمة جت للفريق الخسران، ومن سوء حظ الحكم ومن حسن حظ الفريق إن الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة إن الوقت خلاص انتهي، لكن مفيش ولا واحد سمعه، واحتفل اللعيبة والملعب كله، لأنه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل وبالهدف، خلاص احتفلوا وتبتع. لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على أنه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما يجي، ولغى الهدف. وطبعا الناس اعترضوا بشدة، لعيبة الفريق اعترضوا بشدة، والفريق الخاسر قدم التماس فعلا للاتحاد الدنماركي لكرة القدم، لكنه لم يقبل، وتم التصديق على النتيجة ان الهدف ملغي وانه الوقت انتهى، والمشكلة كانت في طقم السنان اللي وقع. قصة تبين لنا طبعا قد الإحراج قد ايه اللي أصيب به الحكم ده. والوقت ده 1960 كان طبعا ما كانش فيه بدائل، والزراعة كانت لسه اعتقد كانت في مهدها، وكان معظم الناس بتلجأ الى اطقم اسنان. بس طبعا برضو يورينا قد ايه اهمال الناس في السن ده، لانه اكيد الحكم ده مثلا كان عنده 50 سنة، اكيد ما كانش اكتر من كده، كان عنده 52 سنة، بس كان في 50 سنة ناس فقد اسنانها كاملة وبتركب سنان، رغم انهم رياضيين. ده معناه ان في الوقت ده كان اهمال الناس في سنانهم اللي ما زال للاسف مستمر كان كبير جدا. النهارده لقاء ممتع جدا اكيد مع زي ما قلت لكم واحد من نجوم عالم طب الاسنان اللي بيبدع في حواره دائما اكسترا اوردينري، خارج النطاق، ودايما بنسمع منه الجديد. النهارده حوار مع ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور كريم مكادي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اسمحوا لي أرحب بضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان، وزميل كلية الجراحين الملكية، عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. ضيف العزيز، أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا بك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. عامل إيه؟ سمعت عن القصة دي قبل كده؟ أنا أول مرة أسمع عنها، بس هي it's very interesting. طبعا هو في الوقت ده ما كانش فيه زراعات وما كانش فيه التطور ده، فده بيبين لك قد إيه البني آدم بيعاني من غير أسنانه الطبيعية أو من غير أسنان الثابتة. وياما مواقف تانية حصلت بقى في الحياة، يعني مش شرط. وفي بقى اللي كان بيتجوز واسنين وقعت، وفي اللي كان مش عارف. في فيديو يعني نفسي يجيبوها لنا في مرة تانية أوريك، في لحظة الجواز دي ياما كارثة. كارثة بالظبط. ومشكلة بقى إن مشاكل الأطقم المتحركة مش بس إن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده، لا، المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش، ما بيستطعمش الأكل. ما إحنا عندنا في الحلق ده واللسان وحوالين اللسان، كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا، تمام؟ لما بنغطيها بالأطقم المتحركة بيفقد
الاستمتاع بالطعام. الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم، فهو ما بيعيش زينا وبياكل زينا وبيستطعم زينا، يعني هو بيدوق أقل ما احنا بندوق، فطبعا حاجة مأساوية جدا طبعا جدا. خلينا نروح لسؤال ناس كتير بتسأله، لما يكون واحد ما عندوش عظم في الفك كويس كبر العظم تآكل، هل الزراعة في الحالة دي تبقى مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدنيا ما تطورتش زي دلوقتي، لكن دلوقتي الجرافتينج بون جرافتينج ان احنا بنستعيد بعظم سواء صناعي او عظم حيواني، ده بنقدر نرجع بيه العظم مره تانية. كان عندنا مشكله ان الجيوب الانفيه طبعا لما احنا بنخلع الاسنان ونقعد فتره من غير ما نعوضها، اللي بيحافظ على حجم العظم هو الاسنان اللي جواه، فالعظم بيبدا يكش زي ما احنا شايفين العظم هنا كاشش اهو، عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فتره بدون اسنان، فمش ما بقاش في عظم في المنطقه دي، فاحنا بنضطر ان احنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعيه بتاعته. ساعات بنزرع مع الزراعيه او ساعات بنزرع عظم ونستنى عليه وبعد كده نحط الزراعيه. هنا عندنا مشكله الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه العظم بتاعها بيتاكل اللي تحتيها كله تقريبا مع فقدان الاسنان اللي تحتيه. هنا احنا رفعنا الجيوب الانفيه حاجه اسمها كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيوب الانفيه من غير ما نفتح منافتح جراحيا، يعني بمشط والكلام ده عن طريق نقطه صغيره بنرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم، مفيش اي جراحه كبيره خالص تمام، وقدرنا نحط الزراعات بعد كده. هنا في الصوره دي الصوره اللي هي كان فيها العظم متاكل في الاول، حطينا هنا العظم وبعد كده زرعنا فيه زراعيه زي ما احنا شايفين اهو، والزراعيه ناجحه ما شاء الله، فقدرنا نعوض السنه المفقوده. فاحنا النهارده بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم أو رفع الجيوب الأنفية، أو لو في الفك السفلي بننقل العصب الفك. في ساعات تروح عند الدكتور يقول لك ما ينفعش نزرع لك عشان عصب الفك زي هنا، ده هنا احنا هنا بننقل عصب الفك اللي احنا ماسكينه ده عصب الفك، ودي عملية دقيقة جداً. مش أي حد بيعملها، دي أول مرة على فكرة نطلعها على الهواء، دي ما حدش بيعملها كتير. دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك، هنا احنا بنفتح عليه بننقله لمستوى اوطى وبنزرع مكانه، وبتبقى زراعات ناجحه ما شاء الله بدون اي مساس لعصب الفك، ودي من ادق العمليات. فكل دي حلول، يعني رفع الجيوب الانفيه ونقل العصب وزراعه العظم، دي حلول عشان نعوض مشكله فقدان العظم. فاحنا النهارده نقدر نقول ان احنا ما عندناش مشكله مع فقدان العظم في زراعه الاسنان، لان كل واحد احنا كل الهدف بتاعنا ايه، ان كل واحد من حقه يعيش باسنانه الثابته بقيه حياته. فاحنا كل العلم شغال، كل الدراسات شغاله، وكل التكنيكس شغاله في السكه دي، نقلوا العصب، رفعوا الجيوب الانفيه، زرعوا عظم، بقت الدنيا زي الفل. التكنولوجيا خدمتكم عشان الشكل الاداء الرقمي طبعا خدمتكم طبعا بشكل كبير جدا. اول حاجه يعني جود دايجنوزيس از جود بروجنوزيس، التشخيص السليم هو اللي بيؤدي الى العلاج السليم. احنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه اشعه مقطعيه مثلا، دي اشعه دي الاومني كام. هنا احنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مظبوطه للزراعات، وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو وراه ده، ويبدا يتعمل تصميم للاسنان مظبوط لايق على الاسنان اللي موجوده حواليه، وفي نفس الوقت بنفس الالوان. في الصوره اللي بعديها الجهاز ده من الاجهزه المتطوره جدا. الجهاز ده بيعمل ايه؟ ده بياخد لون السنين. يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيها كذا لون، كتالوج فيه كذا لون ويبدأ يختاره. هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بأكيرسي عالية جدا، بدقة عالية جدا، عشان ناخد البرفكت ماتش، ناخد التجانس التام ما بين الأسنان بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف أو اللي تحت دي شاشة بتقولك إن التلت الأولاني من السنة لونه كذا، التلت التاني لونه كذا، التلت التالت لونه كذا. فلما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين، يبدا يتعمل لها بلوكات مخصوصه بالالوان اللي هي طالعه عندنا في المكنه دي. دي ليتست تكنولوجي، دي تكنولوجي رائعه جدا. ان انت يعني مش بتسيب بقى العين ينقي، احنا هنا ما بتبصش على عين، يعني مش العين بس اللي بتشوف، يعني عينك بتاخد مره، الجهاز بياخد مره، بدون ما يبقى فيه مؤثرات. خلي بالك الضوء مثلا، لو الضوء مش ابيض ناصع في صفار شويه هيبوظ لك اللون انت بتختاره. الجهاز ده بيضمن لك 100% ان اللون انت بتاخده مظبوط. سؤالي بقى، الاجراءات اللي قبل الزراعه وبعد الزراعه، مهم حاجه
تحضير الشغل. انا ده ليا جمله قديمه انا اللي مألفها، اهم من الشغل ضبط الشغل. هو ده سنه 98 اول مره ألفت الجمله دي فعلا، ما كانش لسه حد قالها خالص. اهم من الشغل ضبط الشغل. هو ده ماشي. عشان نظبط الشغل مش لازم الاول ننور نور الاوضه الضلمه. احنا دلوقتي داخلين اوضه ضلمه، مش هينفع نقعد على الكرسي من غير ما ننور النور. بننور النور عن طريق التشخيص. التشخيص ده بيتعمل عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. ايه اللي هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد دي؟ الاشعه اللي بتقطع لنا عظم الفك والاسنان لترانشات صغيره، نقدر نشخصها، نعرف طول وعرض وسمك وكثافه العظم عاملين ازاي، فنقدر نختار الزراعيه بطريقه مظبوطه. نقدر لو احنا ده في حاله الزراعه، نقدر لو في اي مشكله في اي سنه حتى لو تسوس صغير نقدر نشوفه كويس. نقدر لو في اعصاب اكسسوري كانالز نعرف هي ماشيه ازاي، فنقدر نمشي بطريقه مظبوطه. فطبعا يعني اهم حاجه ان احنا نشخص صح، وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطوالنا وسمكنا والكثافه بتاعتنا، نبدا نختار الزراعات بشكل مظبوط ونبدا يمشي البروسيس بتاعنا. ودلوقتي بقى في تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطه بدون اي حاجه من الحاجات دي، اما نقطه بالليزر او عن طريق حاجه اسمها بانش بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العمليه كلها. ده من ضمن الحاجات المهمه جدا طبعا. هرجع تاني بقى للحصار العظمي. خلي بالك يا دكتور ايمن في النقطه اللي فاتت، كل ما بنقلل تروما كل ما نقلل الشغل كل ما الوجع والالتهابات تقل بعد اي اجراء. الحصار العظم دي هي حاجه مزعجه قوي طبعا. وفي ناس كتير بتخلع سنانها وتسيب المنطقه دي قنبله موقوته. احنا مجرد ما خلعنا وما عوضناش ايه اللي بيحصل؟ مش بس العظم بتاعنا بيكش، بيبدا سبحان الله السنان بتاعتنا في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. مجرد ما بندخل على ضرس بتبدا السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقه المفقوده، تبدا السنان اللي قصادها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده. الفيديو ده مهم قوي، مهم جدا، لان هو بيبين للناس قد ايه مشكله ان انت ما تعوضش سنانك المفقوده، انت كده بتبوظ بقك كله. ادي خلعنا وسيبنا طنشنا جرح قفل. ادي الضروس بدات تميل في الحته الفاضيه. ده بيحصل فعلا، ده بيحصل فعلا، وعندنا مشاكل كتير بتحصل. ده يجي مثلا بالمنظر ده يقول لي ازرع، نبدا نوسع سن عشان نحط الزراعيه، تلاقي الضرس اللي قصاده طول، فتلاقي مشاكل كتير. وخصوصا ان ده بيخلي الجذور بتاعتها تتكشف اللي بيبوظ السنان اللي حواليها بعد كده، ويبوظ لك مفاصل الفك بعد كده، لان انت بتاكل بطريقه مش مظبوطه. ما هي زي المفصلات بالبلدي، انت محمل بطريقه مش ستاتيك، مش ماشي بطريقه مظبوطه، محمل ناحيه اكتر من ناحيه، تبدا تبوظ المفصل بتاعك. زي ما احنا شايفين هنا، شايف سمك العظم قل، ده نتيجه ان هو كش عشان خلع ومعوضش. كل دي مشاكل بتبدا تواجهنا نتيجه ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقوده بتاعتنا. مفصل، مشاكل في المفصل دي بتبقى في منتهى الخطوره على فكره يا دكتور ايمن. يعني تحت انت هتقول ضرس باظ فيه مشكله، انا بالنسبه لي الضرس زي الدراع، بس في ناس ما عندهاش هذه الاهميه. مفصل الفك لو باظ بنخش في عمليات كبيره جدا عشان خاطر هو بيبقى الغضروف اتقطع او حصل انغلاق غضروفي، انزلاق غضروفي، فبنبدا نخش في مشاكل اكبر كتير من ان هو ضرس نعوضه. فانت ليه بتستنى كل ده؟ مفصل فك فيه غضروف، على فكره انزلاق غضروفي هنا في الحته طبعًا دي طبعًا. الحلول ايه طيب؟ انا دلوقتي انا خلاص مفيش عظم، هزرع عظم؟ ما احنا طبعا يا اما احنا بنزرع العظم تمام، يا اما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طول، ما هي بتبقى على حسب المنطقه. عندنا في ناحيه الجيوب الانفيه العظم تاكل لدرجه ان هو ما بقاش موجود تمام، فانت عندك جيوب انفيه لازم ترفعها، فبنرفعها ونحط عظم تحتيها نسيبه شويه عشان نعرف نحط فيه الزرعات بعد كده. يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان العماره تمام. لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عظم حواليه ونحط الزرعات بتاعتنا، منطقه ثانيه بنزرع العظم على طول وبعد كده نحط الزرعات. في عندي بقى نايت ميرز اللي هو بقى الكوابيس. واحد يجي يقول لك انا عندي كابوس وخايف جدا، انا عندي هنا في ضرس عقل مدفون، هنا في ناب مدفون، وهو بيبقى عارف. وفي ناس ما مش عارفه، يعني انت ممكن برضو، ودي فايده الاشعه المقطعيه، تدخل لها قنبله موقوته لغم. ما الاشعه المقطعيه دي بتبين لك زاويه الضرس المدفون ده عامل ازاي، هل هو طالع لبره يعني في العظم من بره ولا من جوه، واخد زاويه ولا الدنيا ماشيه ازاي. كل ما انت شفت احسن هتعرف تخش بطريقه مظبوطه، تعرف تشيل ضرس العقل ده او الضرس المدفون ده بامان، لان احنا لو سبناه هيعمل لنا مشاكل تانية.
هو على حسب زاويته ممكن يكون ضارب هنا. احنا زي ما احنا شفنا اللي فاتت احنا ده درس شلناه وزرعنا عظم، درس عقل كان مدفون زرعنا عظم وحطينا هنا في زرعية حطيناها. نشوف الصورة الأولانية اللي فاتت دي. اه هنا هنا في ايه بقى هنا؟ هنا كان في تآكل في العظم، هنا شوف طول ارتفاع العظم قليل جدا. اها فاحنا هنا زرعنا كميات عظم كبيرة وبعد كده حطينا فيه الزراعية اللي هي هتيجي في الصورة التانية. وبعد الراجل بياكل زي الفل دلوقتي وزراعات جميلة. اه اللي فوق ده العظم اللي احنا اللي زودناه مكان العظم اللي هو اللي احنا حطيناه. في زرعة لوحدها كده على اليمين دي لوحدها لسه ما اتحملتش. دي لسه ما اتحملتش، ما دي كانت يعني الأولانية كان في عظم موجود فاتزرعت، التانية استنينا لما العظم يمسك عشان خاطر نركب الزراعية بتاعتنا. لكن يمكن التعامل مع درس العقل المدفون والنبي المدفون. اه طبعا. دي وبسهوله جدا دلوقتي، بس اهم حاجه التشخيص، اشعه مقطعيه شفنا وضعه ازاي. طب ايه مشاكل درس العقل المدفون ده؟ ده ممكن بعد كده يعمل حواليه اكياس دهنيه. اكياس دهنيه دي احنا بنخاف منها جدا لان هي بتقلب بحاجات مش كويسه بعد كده، يعني بتتطور لحاجه اسمها اوكيسي اودونتوجينيك كيراتوسيست. ده نوع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام. يعني ايه تعامل معامله الاورام؟ يعني يوم ما بتيجي تتشال بتتشال بسيفتي مارجنز، بتتشال بحدود زياده عشان خاطر تطلع بطريقه امنه ما ترجعش مره تانية. الاكياس الدهنيه دي ليه بتتسمى كده؟ لان هي بتكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، زي الصوابع كده تبقى داخله جوه العظم. فلما تشيل الكيس الدهني تفتكر ان انت خلاص كده تمام، لكن الصوابع دي بتولد الكيس الدهني مره تانية. فاحنا ليه بنستنى الكلام ده كله؟ لما نلاقي درس العقل مدفون لازم نروح عند الدكتور ونبدا نشيله ونتعامل معاه. هنا احنا عندنا ناب مدفون، بص حضرتك هو مقصر على السنان اللي حواليه، فاحنا بدانا نعمل تقويم عشان نوسع السبيسز بتاعه اماكن الناب. الناب ده مش ممكن ينزل بتقويم جراحي ابدا، فدخلنا شلناه وبعد كده حطينا زراعات مكانه وبقت الدنيا زي الفل بعد كده. ده مهم قوي. هنا ده درس عقل اهو، اهو شوف حضرتك ده درس عقل، شايف زاويته؟ تدخل اكل ما بينه وبين الدرس اللي جنبه، تسوس الدرس اللي جنبه فتفقد الدرس اللي جنبه. هنا لازم يتشال ولازم يتعوض طبعا بعض. عندي مريض بيجي لك عنده مشكله في شكل اسنانه، واحد فلنفرض ان هم ثلاثه، واحد تقول له انا هعمل لك تنظيف وتبييض، واحد تبييض بس، واحد تلاقي تقول له لا ده انا لازم اعمل لك فينير، مين ياخد ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا عايزين نوصل لايه في الاخر؟ شكل حلو. شكل حلو، ايه هو الشكل الحلو؟ اسنان مرصوصه، لونها كويس، نسبه اللثه اللي بتبان في الضحكه كويسه، اللي هي الايديال بتاعها من 0.3 من 0 ل 3 ملم، من 0 ل 3 ملي، تمام؟ ده اللي احنا عايزين نوصل له. هنا احنا المريض اللي فوق هو نفس السنان، حضرتك لو بصيت مفيش تعديل كتير في السنان، وهي كانت مبسوطه بعوجه السنه اللي ناحيه الشمال فوق دي، شايف حضرتك؟ هي مبسوطه بيها تمام وجميله، هي عايزه تنظف وتعمل شويه تبييض، ده اللي احنا عملناه لها، زي القمر بقت زي الفل. اه من غير قصص كتيره ماشي. في حد تاني ممكن يبقى عنده سبيسز، عنده مسافات بين السنان مثلا، فراغات فراغات فراغات، دي اما هنمشي في سكه التقويم لو ينفع له تقويم، او لو الفراغات دي كبيره شويه هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية، بدون برد جامد في السنان، بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي، نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله، ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشرة بتبدأ تترص على السنان كلها تدينا صفوة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي. فاحنا هي الفكرة كلها احنا عايزين نوصل لإيه؟ شكل سنان حلو، فممكن نوصله بالتبييض، بالتنظيف، بفينيرز، بتقويم. ممكن يبقى عندي ضحكه لثويه، الضحكه اللثويه دي لو هي صغيره نقدر نشيلها بالليزر، او لو مش صغيره بنقدر نعمل حاجه اسمها ليبر بوزيشن، ان احنا بننقل فتحه الشفه بتاعتها عشان خاطر لما تضحك الشفه ما تترفعش الرفعه اللي تبين لنا اللثه دي كلها، ودي عمليات كلها سهله يعني دي ربع ساعه مثلا. فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص، لا احنا على حسب كل كيس بنبدا نطور ونبدا نشوف ايه الاحسن لها عشان خاطر نمشي عليه. في سؤال بقى انا عايزك تديله حقه قوي براحتك خالص في الوقت، انا معاك، اشرحه لنا، لانه انواع الماتيريال دي خناقه. طبعا طبعا. زركونيا ولا اي ماكس ولا برسولين ولا؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دلوقتي الدنيا بقى فيها
تطورات كتير جدا. خلينا الخناقه ما بين الزيركون والإيماكس خليها على جنب شويه. انا هدي لحضرتك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعه. البيك والتيتانيوم مش والحاجات دي كلها دي هي ده الليتست دلوقتي. انا واحد كبير في السن خلع سناني بقالي فتره طويله جدا، العظم تاكل. في حاجه اسمها فيرتيكال دايمنشن اللي هي المسافه من هنا لهنا. لو انا عملت له السنين، لو العظم تاكل بشكل كبير، السنين لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا. ووزن الزركون عشان خاطر يتحط على الزراعات، لو انا زرع له الفك كله فوق وزرع الفك تحت بعد ما فقد العظم، هيبقى وزنها تقيل جدا على الزراعات. فبنبدا نخش دلوقتي على حاجه اسمها بيك والتيتانيوم مش. ايه دول عباره عن ايه؟ بنعمل شاسيه معمول من ماده اسمها البيك. الشاسيه ده بيبقى طالع منه صوابع، صوابع دي بيبقى دي مرحله من مراحل المقاسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تتربط بمسمار. بيبقى طالع منه صوابع 14 اكنها 14 سنه وضرس مبرودين، وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان تبقى حجمها صغير. ونبدا نجمل اللثه. الكلام ده كله بياخد الوان معينه تديك لثه طبيعيه. فانت كده عوضت الفيرتيكال دايمنشن بوزن خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي. ده وضع البيك، وضع التيتانيوم، هما الاثنين هما بيقوموا بالشكل ده. زي ما حضرتك شايف هنا هتلاقي اخرام اماكن المسامير اللي بتتربط في الزراعات. انت هنا عملت التركيبه، ده الشاسيه بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده سنين، وبعد كده يتكسى اللثه بتاعتنا بشكل حلو. ودي الاماكن المسامير اللي بتتربط في الزراعات اللي احنا مثبتينها في بوق المريض. سؤالي، هل المريض يشغل دماغه بالفروقات بين المواد؟ ومهم جدا ان هو يفهم. لازم تعرف انت ايه اللي موجود فوقك. ولازم تعرف مدى قوه اللي انت حاطه ده كسترانس يستحمل المضغ بتاعك، كوزن على الزراعات اللي انت حاططها. يعني انا دلوقتي لو حملت اوزان زياده على زراعات، ما ايه اللي هيحصل؟ نفس فكره العماره. انا عملت عماره 20 دور والاساسات بتاعتها 5 ادوار، تستحمل 5 ادوار، ايه اللي هيحصل؟ هتنهار. نفس القصه. فاحنا عايزين اوزان خفيفه عشان الزراعات بتاعتنا تعيش طول حياتك. فكل ما احنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسيه اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا، تمام، اقل من وزن ان هو يبقى كلها زركون وبتدينا صلابة عالية جدا. هنا في الحالة دي، الحالة دي حلوة جدا. الحالة دي احنا هنا زرعنا الزراعات بتاعتنا من غير فتح جراحي خالص، ودي كانت immediate implant immediate loading. احنا فتحنا كل ده، يعني اللي فوق ده بعد العملية على طول، وتحت ده بعديها باربع خمس ايام بقى الراجل بسنانه كامله. بس هنا مش اي حد ينفع يتعمل له زراعات فوريه. طبعا لازم يبقى عندي الميديا او المكان المهيئ ان احنا نزرع الزراعات دي. عندي عظم كويس، عندي صحه كويسه. عظم كويس يعني ايه؟ عظم كويس يعني طول وعرض وسمك وكثافه، صحه كويسه. لو عنده سكر يبقى كنترول، لو عنده اي امراض مزمنه هتبقى معمول لها سيطره كويسه، وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط والدنيا زي الفل. اللثه اللي تحت دي لثه صناعيه. ومش معمول على بيك، باينه هيب طبيعيه جامده جدا. سنان زي الفل مرصوصه، نفس اللون الطبيعي، نفس الشكل بتاع لونه هو الطبيعي كمان. بالظبط كده اهو، لونه نفسه. دي نقطه مهمه جدا. ما اجيبش حد اسمر قوي اعمله سنان فاتحه قوي، وما اعملوش لثه مش مطابقه للون لثه، ما اعملش لثه مش مطابقه للون اللثه بتاعته. عشان تبقى ماشيين مع بعض. في حوالي 38 درجة لون بتتخلط عشان خاطر تدينا اللثة بتاعتنا دي. 38 درجة. 38 لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورمادي وموف، في ألوان بدرجاتها كلها. يعني البمبة حتى ليه مثلا في 10 ألوان بمبة. طبعا البنات عارفين الكلام ده. هم عارفين. لا البنت لا، ده سيمون، ده بالظبط بوربون، ده لولو كمون. احنا بالنسبه لنا احمر. نورت وابدعت ضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم الاسنان طبعا، دكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، كان مبدعا في حواره في الدكتور. في 2021 او 22 هل ممكن ان يوجد في مكان في العالم، في مصر، صاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان اسمه إن حد كده مش دكتور فني ولا أي حاجة أو هاوي
يبقى ماشي بشنطه معاه تركيبات جاهزه يخرم لك بشنيور ويركب لك سنه كده في مكان ما تحت اي ظرف من الظروف. يا اخي لو معكش فلوس خالص كليه الجامعات فيها لان هي في سوبرفيجن عالي من الدكاتره كل اعلى الكفاءات جدا جدا جدا. الدكتور المصري مفيش زيه مفيش حتى زيه. الشباب يعني مش شرط يكون كبير وخبره، لا ممكن يكون شاب طبعا. لسه بس عنده الخبره وعنده سوبرفيجن، هيكون عنده الانفكشن كنترول. المكان دي مش هتقعد في مولد ولا تقعد في حته ولا تقعد في تجمع تعمل حاجه زي دي، ما ينفعش. خليكم مع الدكتور.